correct diagnosis، و25% تعتمد على correct treatment. لذلك في بعض النقاط المهمة اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله في هذه الليلة على أساسيات التشخيص. إحنا الهدف مننا إن إحنا نتكلم ليكون طبيب مثالي ينجح في عمل التشخيص. في كتير من الدكاترة بتشتغل في مجال الحقن البيطري بمجرد كده سماع الحالة ويعطي علاج، لكن إحنا عايزين الطبيب البيطري اللي هو بيتخذ الوسائل العلمية الصحيحة للوصول إلى التشخيص وعلاج الحالات المريضة. فأول هذه الحالات هو الكيس هيستوري أو أخذ تاريخ الحالة، ثم يقوم الطبيب بعملية إجراء الفحص الكلينيكي اللي هو كلينيكال اكزامينيشن. في بعض الحالات تحتاج إلى فحص تشريحي للحالة بعد نفوقها بنسميه بوست مورتم اكزامينيشن. ثم الحالات المريضة ممكن نأخذ منها عينات لإرسالها للمعمل لإجراء تحليل معملي لصورة الدم ووظائف الكلى ووظائف الكبد واختبارات كثيرة سنتكلم عن بعضها. وكثير من الحالات تحتاج إلى استخدام أشعة إكس أو جهاز السونار لتشخيص أمراض الحيوان. دي 5 نقاط مهمين أوي هنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. النقطة الأولى اللي هي تاريخ الحالة، وده بتعتمد على 3 نقاط، إن إحنا عندنا الحيوان وعندنا المكان اللي بيعيش فيه الحيوان وعندنا الأكل والشرب اللي بيأكله الحيوان. فبالنسبة للحيوان مهم أوي إن إحنا نسأل على عمره وعلى الجنس بتاعه، لأن هناك أمراض تصيب الأعمار الصغيرة وأمراض تصيب الفيميل غير الميل، الذكور غير الإناث. ومهم أوي إن إحنا نعرف عن تاريخ الحالة المرضي السابق والمدة اللي الحيوان مريض خلالها، هل هو بقاله كام يوم، 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام، عشان بناء عليه بنعرف الحالة دي أكيوت ولا كورونيك ديسيزز. وإيه هي الأعراض اللي بنسأل صاحب الحالة عن الأعراض اللي ظهرت على الحالة دي، وهل هو عمل تطعيمات لو أنا راح قطيع من الغنم وفي ظهور حالات وفيات وفي أعراض تنفسية، هل هو طعم معوي، هل هو طعم دموي ولا ما طعمش، لأن دي مهمة قوي وإحنا بنتعامل مع القطيع الأغنام أو الإبل. نسأل عن الأكل والشرب ونعرف مصدرهم إيه، وهل الحيوان بيأكل طبيعي ولا ما بيأكلش، هل الحيوان بيتبول ويتبرز طبيعي، دي مهمة قوي تدينا إنديكيشن عن سلامة الجهاز الهضمي وسلامة الجهاز البولي. ولو إن الحالة دي صاحب الحالة ذهب إلى طبيب أو أعطاها علاج من نفسه، لابد معرفة نوع العلاج وأدوية اللي استخدمت حتى يعني يكون هناك استخدام لغير هذه الأدوية أو تقييم للأدوية التي أعطيها. لما بنتعامل مع قطيع بنروح أو صاحب القطيع ده اللي هي عدد كبير من الإبل أو الغنم أو البقر، بنعرف عدد الحيوانات المصابة وعدد الحالات اللي حصل فيها نفوق، نسميها الموربيديتي ريت والمورتاليتي ريت. يهمنا عشان نعرف ده مرض معدي ولا مرض غير معدي، يعني في عندنا حمى ال3 أيام، في عندنا حمى الكلاعية أو اللامب سكين أو مرض الجدري، لابد إن إحنا ده مرض أمراض معدية تنتشر بين القطيع. المهم نعرف عدد الإصابات وعدد الحالات النفوق. مهم أوي إن إحنا نعرف المكان اللي عايش فيه الحيوان، وهل هو مكان مفتوح ولا مكان مغلق، لأن كثير من الأمراض بتيجي من الأماكن المغلقة أو من الأماكن المفتوحة. مهم ان احنا نعرف الاكل اللي بياكل الحيوان، بنشوف مخزن العلف، هل في رطوبه زياده، هل في تعفن في الاكل ممكن يعمل تسمم للحيوانات، ونعرف مصدر الميه اللي بيشرب منها الحيوان. بعد كده بننتقل للمرحله الثانيه المهمه، احنا سمعنا من الراجل صاحب الحاله او من صاحب المزرعه، لا نعتمد ولا على كلامه، بناخد بعض الكلام منه ممكن يكون في كلام صح وكلام غلط، لكن أنا دوري كطبيب بيطري أنني أفحص الحالة وأقف على التشخيص الصحيح. فبنبدأ المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الفحص الكلينيكي للحيوان. المرحلة دي بتبدأ بحاجة اسمها inspection of the animal. بعد كده الانسبكشن ده معناها رؤية الحيوان من على مسافة، يعني أنا بقف كده قدام الحيوان وألاحظ حركة الحيوان، هل هو في ستاندنج بوزيشن ولا داونر ولا ريكومبنت، بشوف عليه اي اعراض غير طبيعيه،
اعراض عصبيه او ماشيه بتاعته عرج او اي حاجه فيه، وبعد كده اقرب من الحيوان وابدا افحصه. لكن موضوع الانسبكشن ده مهم جدا، هنتكلم على بعض الحالات كده اللي الواحد قابلها في الجمال او في الابل. فممكن ابص للحيوان كده، لما ابص للحيوان اللي قدامي ده اجد ان الرقبه بتاعته واخده شكل اس شيب، حرف اس. المرض ده بيسموه راينيك سندروم. الراينيك سندروم ده له اسباب كتيره. ممكن الراجل يكون ناقل الحيوان في ديالنا، وبعدين حركه العرب السياره وكده ممكن يخلي الفقرات تتحرك من بعدها فيحصل الوضع ده، بنسميه ميكانيكال تروما. ممكن بعض النباتات السامة تعمل الأعراض دي، ممكن يكون مرض معدي، ممكن يكون نقص في فيتامين B1 أو B6 أو B12. الوضع ده بيعمل ألم شديد للحيوان، يخليه يمنع الأكل وبيخس في الوزن، ممكن يموت. طبعا لازم أعمل differential diagnosis وأشوف إيه السبب الرئيسي. ممكن أعمل أشعة عشان أعرف حجم الديفيجن اللي حصل في السيرفايكال فيرتبري. لما الاقي جمل ناقه او فحل في ايماسيشن شديد، تلاقي السنام بتاعه تقريبا يكاد يختفي، الضلوع بتاعته ظاهره، يعني في ايماسيشن، ضعف وهزال شديد. ايه اللي يخلي الجمل يبقى عنده هزال شديد؟ من اهم الامراض اللي بتعمل هزال للجمال اللي هو الترايبانسومياسيس او مرض الهيام. برضه في مرض اسمه جونز ديسيز، لو الحيوان ده جاله اسهال مزمن ممكن يدخل في ايماسيشن وضعف عام، او عنده طفيليات داخليه تعمل ضعف عام. طبعا الحالات دي بنبدا نفرق بينها، هنتكلم عنها في فحص المعملي، ناخد بلاد فيلم واشوف وافحص اشوف في ترايبانسوما ولا لا، وافحص برضه عينه البراز وكده. لما الاقي الجمل فيه حاجات كده مدوره خاليه من الوبر، ما فيش فيه وبر، ده بيبقى مرض الرينج ويرم اللي هو مرض فطري وبيصيب الجمال، ومرض معدي بين الجمال بينتقل بسرعه، ده بشوفه بالعين المجرده. لما الاقي الجمل فيه زي فيزيكلز وباستيول ونديولز موجوده في الماوس في الابر ليب واللور ليب وعلى جسم الحيوان وعلى الاذر، ده مرض الجدري، جدري الجمال، وهو مرض معدي، مرض خطير، وبيرفع درجة الحرارة، والحيوان بيمنع الأكل، بيعمل نسبة وفيات عالية في الجمال. ده كله بشوفه بالعين المجردة. لما ألاقي مرض حيوان عليه جرب مناطق من الدوابر الساقطة، والحيوان فيه سيكلينج وفيه ألوبيشيا، فيه فيشرز وكراكل كراكس، تشققات في الجلد، حيوان هزيل، وده مرض المينج. ولكن لو عايزين نتأكد بنعمل سكين سكرابينج ونفحص تحت الميكروسكوب. فالمرض ده طبعا بنبدأ نعالجه بالايفرمكتين، وبنبدأ ندهنه بأي زيت، ثم نعمل بفرشة نحك السكين سكرابس دي، وبعدين ندهنه بمرهم كبريت. في بعض الأمراض بتيجي للحيران، وبتيجي زي مرض الكساح، تلاقي رجل الحيوان من قدام متنية مكوسة، وده مرض يعني بيبقى يصعب علاجه لو هو بالصوره دي. في مرض السيامين ديفيشنسي او اللي هو بي 1 ديفيشنسي اللي هو مرض الطير، بيجي للحيوانات الكبيره خاصه الحيوانات الهيجن والسباق نتيجه للغذاء على مركزات، فبيبقى في حموضه في الكرش فبتمنع تكوين فيتامين بي 1 في الكرش، وبالتالي بيحصل مرض عصبي، تجد الحيوان رفع رقبته لفوق وممكن يموت خلال 24 ساعة. العلاج المفروض علاج سريع، بندي الدواء يحتوي على بي 1 وبي 6 زي الكوربورال أو البي 1 500 لمدة كام يوم، والحالة بتتحسن إن شاء الله. دي حالات ايماسيشن وعملنا بلاد فيلم، ده الترايبانسوما موجودة هي ظاهرة في البلاد فيلم، تبقى بين كرات الدم الحمراء. معروف ان كرات الدم الحمراء في الجمال بتبقى نيوكليتد، والترايبانسوما موجوده بين خلايا الدم الحمراء، وهنا يظهر اهميه التشخيص المعملي. لما اروح لجمل الاقي فيه خراريج موجوده خاصه في منطقه الشولدر،
اللي هي البريس كابلر الليمفنود، وفي منطقة الفرنجة الليمفنود. والخراريج الكتيرة دي مرض مشهور في الجمال اسمه كيزياس ليمفادينايتس، وسببه كوريني بكتيريا مسيدو توبركولوزس. طبعا الخراج لو هو كبير بندهنه بمرهم يود لغاية ما يستوي ونفتحه، ولازم ندي مضاد حيوي للميكروب ده جرام بوزيتيف بيتأثر بالبنسلين، فبندي جرعة عارية من البنسلين لمدة 5 إلى 7 أيام. في مرض مشابه لمرض الجدري اللي هو كامل كونتيجوس اكسيما، اللي هو بيسموه الأورف. مرض الأورف ده في الجمال تجد أو منتشر الأيام دي، شفت منه من كام يوم حالات كتيرة ومعدي، وتلاقي فيه ألسرز وفي فيزيكلز موجودة على الأبر ليب واللور ليب، وتلاقي الهيد بتاعة الأنيمال فيه تورم، والحيوان بيبدأ يمنع الأكل وكده. وده بنعالجه يعني علاج سيمتوماتيك، بنعزل الحيوانات المريضة عشان ما تعديش الحيوانات السليمة، نبدأ استخدم سبراي أيودين سبراي 1%، بعد كده أنتي بيوتيك سبراي بنرش بيه الأماكن دي، وبندي مضاد حيوي لو كان درجة الحرارة عالية عشان نمنع السكندري انفكشن. في حالة ماستيتس في الشي كامل تلاقي الضرع وارم وسخن ومؤلم واللبن نازل مشرش، فديت ايه نشوفها كله بالعين المجردة. الحالة دي شايفها من كام يوم اللي هي الديستندد ابدومين، دي ناقة عشرة حمل 3 شهور وما بتخرجش بقالها 9 أيام، وطبعا من ضغط الرومن عليها حصل فيها فاجينال برولابس. فأنا كنت متوقع الحالة دي، قلت للراجل هندي علاج والحالة دي ممكن لو ما خرجتش خلال 3 أيام ممكن تموت، لكن سبحان الله اديناها محاليل كمية كبيرة، واديناها انتي اسيد اورالي وسيستميك، واديناها بيرجاتيف ليكويد برافين 4 لتر، والحاله الحمد لله تحسنت. طبعا لو ما تحسنتش بيكون في فورم بودي في الرومن في الكرش، في حبال بقى، والحبال دي عملت زي كور كبيره في الكرش وتمنع عمليه الاخراج، وبالتالي لازم نعمل رومنوتومي عشان نعالج الحاله دي. دي كانت فكره سريعه كده عن امراض الابل، لكن احنا بنتكلم على الحيوانات عامة. فعندنا لو لقينا الحيوان بيعمل excessive salivation، في ريالة كتيرة بريل كتير، يبقى هنا لازم لو بقر والجاموس لازم أفحص الماوس، لأن ده مرض عندنا الحمى الكلاعية بيعمل الألسرز في الماوس وفي التانك وفي التشيكس وبين الكلو، والحرارة بتبقى عالية، ممكن يكون تسمم الحيوان الماوس سليم لكن بريل ممكن يكون حصل له تسمم بالاورجانوفوسفورس كومباوند. مرض الريبز ايضا بيجي للجمال وللبقر وللغنم وللكلاب والقطط، يبقى من اعراضه السلايفيشن والهياج الشديد، ويعض الحيوانات الاخرى، يعض الانسان، ده برضه من الحاجات اللي بتعمل سلايفيشن. لو لقينا بطن الحيوان منتفخ كده، دي حالات الاكيوت تمبني، او لو منتفخ من نيمه واحده بيبقى حالات الابوميزال ديسبليسمنت. لو لقينا عجل مدد رقبته كده وعمال يريل ومش قادر يبلع الاكل، ده دليل انه في حاجه واقفه في زوره اللي هي مسميه تشوك او اسوفيجيال اوبستراكشن. لما نلاقي الغنمه ملغده من تحت كده في ورم في الانتر مانديبولار سبيس او في البقر، ده بيبقى غالبا فشيوله او جاسترو انتستاينال نيماتود، فبندي علاج للفشيوله، بندي علاج للطفيلات الداخليه اللي هي الصوره اللي على الشمال دي للغنم وعلى اليمين للبقر. لما يجي لي بقرة بتنزل فيسز لونه اسود بنسميها تاري كلر فيسز، او الحالة دي بنسميها ميلينا، ودايما تحصل في امراض اللامب سكين ديسيز، لما بياخد ديكلوفيناك صوديوم فترة طويلة بيحصل قرحة في المعدة الرابعة اللي هي المنفحة، وبالتالي بيختلط الدم اللي بيطلع من القرحة مع ال HCl فبينزل البراز لونه اسود، ودي تبقى علاجها صعب شوية لكن لازم ناخد بالنا منها ونعالجها في حالات بتتحسن. لو لقينا حالة ضيارية في عجل ونازل البراز لونه مع دم أحمر، يحمل حالات الكوكسيديا وحالات الهيموراجيك انترايتس. الزملاء معانا سامعين الصوت ولا إيه؟ ألو؟ أيوة الصوت بس واضح سامعين. صوت واضح واضح يا الحمد لله. واضح تمام واضح الله الصوت. يبارك. طب اتفضل. أنا بقول بسرعة ولا هدي شوية ولا إيه؟ تمام دكتور. بارك الله فيكم. بارك الله فيك دكتور حامد.
بنحفظك يا حبيبي، اهلا. بسرعه كده يا دكتور حامد، العلاجات للحالات دي. طيب هتسهروا معايا ولا هتمشوا تسيبوني ولا ايه؟ في محاضرة مع حضرتك سهرانين ان شاء الله. تمام يا حبيبي. طبعا الكوكسيدي، عفوا دكتور، لو بس معاك يا باشا للصبح، لو ممكن بس تفاصيل على نفس الحالات اللي تتكلم عنها بشكل يعني موجز. تصل ايه يعني لو جالي عجل بقري او جمسي او حوار، يعني انا الايام دي شغال في مستشفى بيجي لنا حالات كتيره، الثلاث ايام اللي فاتوا دول حيران كتيره عندها اسهال، ونفحص في المعمل نجد كوكسيديا. مش لازم تعمل دم، يعني مش لازم يبقى فيه بلادي دايريا. العجول دايما العجول دايما بتلاقي معها بلادي دايريا، يعني الدم احمر نازل مع الفيسز. عفوا دكتور. نعم عفوا دكتور، بالنسبه الى اعراض الكوكسيديا في الحيران غير الاسهال، في اعراض ثانيه واضحه؟ الحيوان بيخس وممكن يمنع الرضاعة، لأن 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 الدائرية في الحيران أمر منتشر، فهل في specific signs؟ والله اللي بيشوفه يا دكتور دايما بيبقى فيه إسهال، ده العرض الأساسي، والحالات اللي شفناها الأسبوع اللي فات كلها ما فيش فيها blood. لكن ممكن يبقى لو شديدة الكوكسيديا شديدة يبقى فيها إبلاط. دكتور عفوا بس تنبيه لو تكرم دكتور. تفضل يا حبيبي. بس تنبيه للإخوان الزملاء، متفقين مع سعادة الدكتور أن تكون محاضرة مستمرة والأسئلة تكون في نهاية المحاضرة، فاللي يخطر على باله سؤال أثناء المحاضرة كرما بس يسجله، وفي نهاية المحاضرة حيعطي وقت كافي جدا للأسئلة، وإن شاء الله تستفيدوا من الدكتور في خبرته العملية إن شاء الله. تفضل دكتور. يبقى الكوكسيديا بنعالجها بالسلفة، سلفة بيميدين مع أمبروليوم مع محاليل وريدي وحاجة الأنتي أسيد للحموضة. لو هي ممكن تكون نازلة معوية جديدة بندي مضاد حيوي سيستميك لو الحرارة عالية مع مضاد حيوي لوكالي. حالات الكورونيك دايرية دي من طبعا الموضوع ده منتشر عندنا في مصر، تلاقي البقرة بتنزل في الدايرية زي الحنفية كده ومزمنة بقى لها 15 يوم، بقى لها شهر. دي لما عملنا شغل علينا المرض اللي هو الجونز ديسيز، وده ملوش علاج، والأكثر البارامفستومياسيس، ودي لها دواء زي الزنيل مع العلاج الدايرية. التي بي ودي بنعرفها من اختبار توبركلين تيست، ودي ما لهاش علاج، او تكون كورونيك سالمونيلا، ودي بندي مضاد حيوي سيستميك واورالي، او احيانا تكون كبر ديفيشنسي اللي هو الاسهال المزمن. في ممكن يجي برضه للجمال اسهال مزمن، او للابقار او للاغنام. لما الاقي حصان كده بينام على الارض وبيرفص، دي اعراض كوليك. ممكن اعراض تنفسيه تظهر، العجل بكح وعمال ينهج ويحرك صدره وبطنه، واسمع بالسماعه الاقي صدره بيزيق والحراره عاليه، يبقى دي الدليل على الحيوان ده عنده نزله شعبيه. وبدا اديله، هنتكلم على العلاج، وندي مضاد حيوي، ندي مضاد التهاب غير استرويدي، ندي فيتامين سي، ندي رفع مناعه، والحالة إن شاء الله تتحسن وتبقى كويسة. دي أعراض نمونيا في العجول. لما بيجي لنا بقرة أو جاموسة واللبة الجزء السفلي ده اسمه اللبة، اللي هو قدام الاسترنم مورم كده، وتلاقي صوت القلب مش مسموع والحيوان منع الأكل، ونبص للجوجلر فين اللي هي ديستندد، دي كلها أعراض تروماتيك بريكاردايتس، ودي ملهاش علاج، بتتذبح الحالة دي. أعراض النقص الغذائي، نقص المغنيزيوم، بتلاقي بيعمل الحيوان ينام في تشنج ويرفع دماغه، والعجول دايما نسبة الوفيات فيها عالية، ده بنسميه كوف تيتاني أو مغنيزيوم ديفيشنسي. بنعالج بالمغنيزيوم سلفيت تحت الجلد، وندي مصدر للمغنيزيوم وريدي
وبندي حاجة سيداتيف، لكن نسبة المورتاليتي في العجول بالنسبة للكافتيتاني عالية جدا تصل إلى 70%. لكن في البقر الكبيرة أنا عالجت حالات كتيرة في الأبقار والجاموس الهايبوماجنيزيميا وبتجيب نتيجة. لما ألاقي رجل الحيوان مقوسة كده في الغنم والماعز ده ما بتتعالجش، ما بتديش بقى لا فيتامين د ولا كالسيوم ولا حاجة، لأن ده عايزة عملية جراحية. فإن احنا نعالج وندي وقاية للحيوانات إن هي ما تدخلش في الكساح، دي مرض الكساح في الأغنام. لما يجي لغنمة وحوالين عينيها مدورة كده ما في منطقة خالية من الصوف ولونها واخد اللون الأبيض، ده بتبقى كبر ديفيشنسي. والحالات دي منتشرة هنا في المملكة السعودية، وندي مصدر للكبر حقن ومصدر للكبر أورالي وبتتحسن إن شاء الله. طبعا ممكن تعمل بعد كده سوي باك ديسيس، لقى الحيوان حصل له شلل بالرجلين الخلفيتين، في الحالة الشلل الشديدة ما بتتحسنش، لكن بندي للقطيع كله مصدر للكبر عشان نمنع ظهور حالات جديدة كبر ديفيشنسي أو سوي باك ديسيز. في حالات فيتامين إي ديفيشنسي بتيجي للحملان كتير، وتلاقي هنا بقى مش حصل شلل، تلاقي الحملان مش قادرة توقف على رجليها وبتترعش، ونديها فيتامين إي مع سيلينيوم بيتحسن، وندي للقطيع كله. لما الاقي رجل الحيوان كده العجل عليه كشور والشعر واقع، دي تحللنا الحالات دي لانها زنك ديفيشنسي، بندهن مرهم زنك وندي مصدر للزنك حقن، والحالات دي بتتحسن ان شاء الله. حالات بتتولد وتلاقي عندها جويثر، تلاقي الغده الدرقيه ورمه، ممكن تموت على طول وممكن تعيش، لكن نسبه الحالات اللي هنا بتبقى صعبه العلاج، لكن المفروض ان احنا يكون في مصدر الايودين ديفيشنسي عشان ما يحصلش. المنتشر دي في الاماكن الصحراويه اللي فيها نقص في عنصر اليود الايودين. نيجي للامراض المعديه، كل ده بنتكلم في مرحله الانسبكشن، حاجات بنشوفها بعينينا، تلاقي الضرع وارم وتحط صبعك كده وعلى المكان تلاقيه بيت اندر بريشر، يعني يترك علامه الاصبع في المكان ده وسخن وينزل لبن مشرش، دي أعراض التهاب في الضرع. تيجي للمطايا هنا الإبل كتيرة، وتيجي للبقر، وتيجي للأغنام. ممكن النوع ده الشديد يجي اللي هو الإيكولاي، تلاقي درجة الحرارة عالية وتلاقي حوالين العين كده حمار، ده من علامات الكولي باسيلوزس في الأبقار. ممكن يحصل جنجرين وسلافينج، والحالة دي لازم بقى نشيل الربع أو الربعين حصل فيهم. بالنسبة لحالات منتشرة برضو يمكن أكثر عندنا في مصر، اللي هي حالات طفيليات الدم في الأبقار، اللي تلاقي البقر عليها تيكس كتير اللي هو القراد، ودرجة حرارة عالية 40-41، والحيوان بينزل بول لونه أحمر، يبقى دي بلاد بارازايت. بابيزيا طبعا، البابيزيا كلكم عارفين العلاج بتاعها، ندي إيميزول أو برينيل أو باترينيل، بندي معاها التونكس، وبندي معاها حاجات مصدر الحديد حق. وأنا في بعض الحالات بتبقى تحتاج إن احنا نعمل لها نقل دم عشان بيبقى حصل أنيميا جديدة وممكن تموت من الأنيميك أنوكزيا. الإيميزول ممكن نكرر الجرعة بعد 48 ساعة، بندي 1 ملي لكل 100 كيلو عضلي. ما نديش محاليل كتيرة في الحالات دي، ندي مضاد التهاب غير استرويدي زي ديكلوفيناك صوديوم أو الفينادين أو كده عشان ينزل الحرارة، ومسكن للألام وأنتي إندوتوكسيك وأنتي بايريتيك. والحالات دي بيكون معاها لما نشوف الفاجينة كده تلاقيها فيها جندس، إن حصل تكسير لكرات الدم الحمراء، وبالتالي الحيوان بيبدأ نسبة الهيموجلوبين يصل جندس في البيلروبين بيطلع في الدم، بيلون الأغشية المخاطية باللون الأصفر في الفاجينة أو في العين، نشوف الجندس. حالات السايليريا بيكون فيه تبدأ بأوباسيتي الأول، كورنيال أوباسيتي، ممكن يكون فيه التهاب في العين، ممكن بعد كده يحصل كورنيال ألسر. السايليريا معروف إنها بنعالجها بالتتراسايكلين والبيوتاليكس، وبندي هارت تونكس، وبندي فيتامين بي 1 فيتامين ألف دال 3 عشان يرفع المناعة للحيوان. أعراض العصبية بقى عندنا زي ما قلنا كوف تيتاني، في انسفاليتس، تلاقي الغنمة رفعت دماغها كده،
دي ممكن تكون فيتامين بي 1 ديفيشنسي او التهاب في المننجيز. ده مرض بي عصبي في الخيل اللي هو انسيفالايتس. التيتانوس، تيتانوس في الاغنام والماعز مالوش علاج. الريبز، الريبز ده مرض خطير موجود في الجمال وبيجي للخيول وبيجي للكلاب والقطط. اعراض عصبيه، الحيوان بيبقى هايج ممكن يعض وبعد كده يبدا يحصل له شلل نصفي وينام على الارض ويموت. طبعا مرض لو عض الحيوان الاخر بيجي له المرض او الانسان. بناخد بالنا اول ما لما نيجي نحط ايدينا في بق الحيوان وكده ممكن الفيروس ينتقل عن طريق جرح ويصيب الحيوان. مشكله هنا في المملكه السعوديه ودول الخليج اللي دايما دكاتره تسال على وتصور تبعت لي صور فيديو لحالات عصبيه في الجمال. الحيوان عمال يهز راسه، الحيوان مش قادر يمشي بيتشنج. الاعراض العصبيه في الجمال اهمها واكثرها اللي خلي بالنا منها الريبز اللي هو السعار. ومرض الليستيريا ده مرض ميكروبي بيأثر على الجهاز العصبي ويعمل اعراض عصبيه. وما اقدرش نفرق بينه وبين الريبز في الاعراض. فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين ديفيشنسي بيخلي هتلاقي الجمل رافع دماغه لفوق ومنع الاكل وممكن يموت خلال 24 ساعه. احنا اتكلمنا عنه وبندي بي 1 وكده. الحالات الترايبانسومياسيس اللي هي الهيام في المراحل الاخيره منها ممكن تظهر اعراض عصبيه على الحيوان. ومرض الاسبرجيلوزيس اللي هو التسمم الفطري برضه ممكن يعمل اعراض عصبيه. دي الحاجات اللي هي تلاقي الحيوان الجمل خاصه تبقى فيه اعراض عصبيه في الجمل. دي حالات ثيامين ديفيشنسي في الجمال في الحيران وممكن تكون مغنيسيوم ديفيشنسي. امراض الجلديه عندنا في البقر تلاقي فيه عقد ظاهره نديولز كتير على جسم الحيوان. ده مرض اللمبي مع الحراره عاليه 40-41. ده مرض متعب في العلاج لان ممكن الحراره تقعد عاليه لمده 15 يوم. فضروري جدا ما نديش ديكلوفيناك صوديوم او النون استرويد لفتره طويله لان ده ممكن يعمل قرحه في المعده الرابعه ويعمل ميلينا زي ما احنا قلنا. بندي مضاد حيوي عشان السكند انفكشن. بندهن خل في البدايه عشان نمنع الحشرات توقف على المكان ده. وبندي مضاد حيوي وندي مضاد التهاب يعني يوم او يومين في الاول ونكمل بعد كده بباراسيتامول او بالاسباجيك او اي حاجه بوفلجين عشان ما يحصلش قرحه في المعده الرابعه. دي الكلام اللي جرب اتكلمنا عنه في لما نلاقي الجمل رجله ورمه. دي الجمل كان عندنا في مستشفى الكليه رجله ورمه الخلفيه ورمه من فوق لتحت والخصيه بتاعته ورمه. ده مرض فيلاريا في الجمل. والفيلاريا بتيجي برضو للجاموس عندنا كتير وبتيجي للبقر بتيجي للانسان وتيجي للحيوانات كلها. فديت علاجها بتبقى متعب شويه. بندي ايفرمكتينز المايكرو فيلاريا وندي انتي وندي دايوريتكس ومضاد التهاب. طبعا بنعرفها ان احنا نعمل بلاد فيلم وبنشوف الفيلاريا موجوده في الدم. مرض حمى الثلاث ايام بيجي للبقر وبتلاقي الحراره عاليه 40-41. اللبن بينزل خالص ممكن ينزل زيرو وممكن يحصل ريكومبنسي ممكن يحصل سبكوتينيوس انفيزيما. العلاج هنا بنعالج الاعراض الظاهريه ان احنا بندي مضاد التهاب نان استرويد الانتي انفلاماتوري وندي مضاد حيوي احتياطي عشان سكند انفكشن. لكن لو حصل سبكوتينيوس انفيزيما في الجسم كله وحصل ريكومبنسي بتبقى الحاله دي صعبه العلاج. في مرض الهيموراجيك سبتسيميا تلاقي الحراره عاليه وفي ملغط كده البقره. طيب خلاص ده كله بنشوفه بالعين المجرده. يعني الدكتور لازم يبقى ملاحظ كل الحاجات ديت متساعدني في التشخيص. ببدا المرحله الثانيه ان انا اخد درجه حراره الحيوان. درجه حراره الحيوان طبعا في الجمل تبدا من 36.5 ممكن تبقى 7.5 ممكن تبقى 38 ده كله نورمال. في الخيول بتبقى المتوسط 37.5 في البقر والجاموس. معذرة معلش المحاضرة.
المتوسط 38.5، في الغنم بيبقى 39.5، بينما 9.5 دي في الجمل ممكن تبقى فيفر، في الاكواين تبقى فيفر، في الغنم بيبقى فوق الـ40 والبقر فوق الـ40 بنعتبرها فيفر. طبعا لازم نعمل كمادات ميه ساقعه الاول وبعدين ندي الانالجين او نانو سترويد الانتي انفلاماتوري عشان نخفض الحراره. الحراره العاليه دي دليل ان اما في فيرال انفكشن او في بكتيريال انفكشن او بلاد بارازايت، يعمل نمونيا تبقى في حراره، انترايتس، المترايتس، الماستايتس، الارثرايتس، البابيزيا والسيليريا بترفع الحراره، امراض المعديه كلها او معظمها بترفع الحراره، فوت اند ماوس، 3 دي سيكنس، لامب سكين. يعني مش معنى ان الحراره عاليه ان انا خلاص عرفت المرض، لا، ده في حاجات كتيره بترفع درجه الحراره. مش معنى ان انا الاقي الحيوان حرارته عاليه يبقى مضاد حيوي ويخفض ومضاد التهاب وخلاص، لا. المضاد الحيوي لا ملوش علاقه ولا هيأثر على البلاد بارازايت ولا يأثر على الامراض المعديه، لكن النمونيا اللي هي بكتيريا النمونيا او بكتيريا الانترايتس او مترايتس او ماستايتس، المضاد الحيوي هنا مهم جدا. فمش مهم قوي ان احنا نعرف ايه السبب اللي رفع درجه الحراره. ابص بقى على الضرع، ابص على الرحم، في افرازات من الرحم، افحص الحيوان كويس على الجلد مثلا لامب سكين، لا دي اعراض فوت اند ماوس. دي بقى مهاره الدكتور البيطري ان يعرف ايه هو الحاجه اللي رفعت الحراره، عشان الفرق بين الناس العاديه اللي بتشتغل اللي هم البارا ميديكال، ان هو اي حراره بيدي مخافض حراره ومضاد حيوي. ممكن الحراره تنزل عن 36.5 توصل 35، دي بقى بنسميها هايبوثيرميا، دي بتحصل في حالات الانفكشن في المراحل الاخيره، تلاقي البقره رقدت على الارض او الغنم والحراره بدات تنزل، ودي باد بروجنوزس. حالات التوكسيميا قبل الحيوان ما يموت بتبدا تنزل الحراره. حالات المراحل الاخيره من السيليريا والانابلازما الحراره بتنزل. حالات الضيريه اللي بتقعد فتره طويله خاصه لو هي سببها نزله معويه برضو الحراره لما بتنزل يبقى باد بروجنوزس. لازم الدكتور معاه ترمومتر، لازم يكون معاه سماعه يبدا يفحص الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز الهضمي. و ما ينفعش انا اكشف على حاله ما كنتش معايا سماعه وترمومتر، دي اساسيات الطبيب البيطري. طب لو حاله ماتت بقى اشرحها واشوف البي ام. حالات الباستريلا دايما تجد اللنج مليانه خراريج زي الحاله اللي قدامنا دي. دي منتشره عندنا التسمم الدموي في الغنم، اكثر مشكلتين في الغنم والجمال هي التسمم الدموي اللي هي الباستريلوزيس والتسمم المعوي اللي يعني هو يعني مش الغنم والليك. ازيك وازاي صحتك؟ حالات نيمونيا في لما في حالات نفتح في القصبه الهوائيه ونفتح في اللنج في البرونكاي نجد مليانه ديدان في حالات اللنج ويرم. حالات التسمم المعوي تلاقي الامعاء ملتهبه وكونجستد زي ما انتم شايفين كده الصوره كده. لازم الدكتور البيطري يا جماعه يبقى حريص على انه اي حاله ماتت يفتحها بنفسه ويعرف، لان دي هتساعدني في التشخيص بعد كده. لو ظهر لي حاله تسمم معوي في حاله او اثنين يبقى لازم اسارع، ان الحيوانات لو مش متحصنه لازم احصنها معوي، او لو ظهر خراريج في الرئه في حاله او اثنين لازم احصن القطيع الحيوانات السليمه بالتسمم الدموي اللي هو الباستريلا فاكسين. في حالات بريتونايتس انا كنت مشرف على مزارع في مصر، كنت افتح الحالات والاقي التهاب بريتوني شديد وده بيعمل مغص شديد وتلاقي الحيوان يمنع الاكل واللبن يقل، افتح الاقي بقى البطن ريحته كريهه جدا وفي مليان سوائل والمنديل بتاعه البريتون مليان بالالتهاب زي ما انتم شايفين. لازم ابعت عينه للمعمل واعمل فحص للبراز. ده صور للاجز المختلفه، ممكن يكون اسكاريس، ممكن يكون فشوله او برم في الستومم او جسم انسان الماتود. لما الاقي بلاد فيسز اخد عينه وافحصها الاقي الكوكسيديا. بعد كده في مشكله البول المدمم، دايما الدكاتره يقول لك البول نزل لونه احمر. البول لما ينزل لونه زي القهوه كده او الشاي ويدنه اللون ده ما يتغيرش، لو سبناه في انبوبه يدنه زي ما هو، لو سبته يوم يومين ما يتغيرش، يبقى دي غالبا هيموجلوبين يوريا، اما تكون بلاد بارازايت او هايبوفوسفاتيميا. لكن لو البول نازل لونه احمر فاتح وسبته في الانبوبه بعد شويه تلاقي اترسب كرات الدم الحمراء تحت وبدا لون البول يرجع طبيعي، يبقى دي هيماتو يوريا. طبعا في المعمل ان انا اخد العينه اعمل لها سنتريفيجيشن
لو في سيدمنت يبقى دي هيماتيوريا، لو ما فيش سيدمنت يبقى دي هيموجلوبينوريا. لكن ممكن في الفيل تحطها في كوبايه كده او في انبوبه وتسيبها شويه، لو ما رسبتش يبقى دي هيموجلوبينوريا. دايما في الهيموجلوبين مع الحراره يبقى اما بلاد بارازايت، لو ما فيش حراره يبقى هايبوفيزيتيميا. طب لو هي هيماتيوريا نازل دم، ودي بتحصل برضو في المطايا كتير والجمال اللي تلاقي الحيوان بنزل دم مع البول، فممكن يكون في مشكلة بريرينال، يعني مشكلة في الجسم، الحيوان مصاب ببلب كيدني كوليستريديا، أو يكون رينال في مشكلة في الكلية، حصل التهاب في الكلية وبنزل البول مدمم، أو بعد الكلية بيكون التهاب في المثانة أو في اليوريثرا برضو تعمل بول مدمم. طبعا هنا في الحالات دي ندي مضاد حيوي، مضاد التهاب، ومطهر المجاري البولية في حالات الهيماتيوريا. بس المهم اعرف هي هل هي بول مدمم ولا هي هيموجلوبين يوريا. الهيموجلوبين يوريا تلاقي اللون الانبوب يدنه زي ما هو كده، الصوره اللي على اليمين دي ما فيش سيدمنت، بينما على الشمال اللي هي الهيماتيوريا تلاقي كرات الدم الحمراء بالجرافيتي بتنزل في قاع الانبوبه تحت، دي هيماتو ودي هيموجلوبين يوريا. البابيزيا والبلاد بارازايت والباسيلاري هيموجلوبين يوريا والكورونيك كبر ديفيشنسي كلهم بيعملوا هيموجلوبين يوريا. ممكن العجول او الغنم لو عطش فتره طويله طول اليوم في الصيف، الراجل نسي يسقيهم ميه وجم فتح لهم الميه مره واحده، بيحصل حاجه اسمها ووتر انتوكسيكيشن ويبدا يحصل هيموجلوبين يوريا. برضو الدكاتره دايما تسال على اللبن المدمم. اللبن المدمم ناخد بالنا الاول من اللبن المدمم، لو البقره بتنزل دم في الاربع تربع والضرع سليم والحراره عاليه يبقى ديت ايه ليبتوسبايرا، ممكن يكون معاها البول برضو في نازل لونه احمر، مفيش علامات التهاب ضرع، الاربع تربع بنزله دم يبقى دي ليبتوسبايرا، بندي مضاد حيوي ومضاد التهاب. بينما لو لقينا الاربع تربع بنزله دم، بنزله لبن مع الدم مع القشطه بتبقى لونها احمر او كده، والضرع سليم، عندنا في مصر المشكله دي في الجاموس وبيكون سببها هايبوفوسفاتيميا، يكون سببها هايبوفوسفاتيميا. طيب لو لقينا ربع ربع واحد، دايما نقول لصاحب الحلقه احلب كل ربع لوحده عشان نعرف اللبن القشطه اللي هي لونها احمر دي جايه من ربع ولا من اربع تربع. لو لقينا ربع واحد بيجيب دم والربع ده ملتهب، بنعمل يبقى ده الماستيتس، يبقى ده حاله ماستيتس، بنعالجها بمضاد حيوي لوكال وسيستميك لو الحراره عاليه، مضاد التهاب بسموه عصار كده، يحط المضاد الحيوي تراميسين مثلا في خلال الضرع من الحلمة، وإن شاء الله الحالة تتحسن. يبقى كده عرفنا البلادي ميلك إيه وأنواعه إيه وإزاي نفرق بينهم. دي حالة ماستيتس، هي إيكولو ماستيتس ومنزلة دم الربع وارم ومتضخم ولونه أحمر، دي كوليفورم ماستيتس. طبعا نعمل بلاد فيلم عشان البابيزيا والسيليريا ترايبانسوما والباستريلا، مهمة جدا أدت ريبانسوما هي. نعمل سونار، مهم جدا إن احنا نتعلم السونار ونعمل سونار عشان نشخص بحالات كتيرة، نشخص بتروماتيك ريتيكولايتس، نشخص وجود أبسس داخل الجسم، أبسس في اللنج، أبسس في الريتيكولم، أبسس في ال يعني. ده حصان جالنا مستشفى الكلية كانت حرارته 41 وما بتحسنش وما استجبش المضادات حيوية، عملنا سونار لقينا فيه خراج في الكبد، فبدأنا بالسرنجة باستخدام السونار نسحب الصديد من الخراج ده، لدرجة سحبنا كمية حوالي 10 لتر صديد، وعملنا سنسيتيفيتي تيست ودينا مضاد حيوي، والحمد لله الحالة تحسنت. ونصوروا فيديو منزله على اليوتيوب اللي باسم دكتور حمد عطية، اللي يدخل دكتور حمد عطية على اليوتيوب هيجد حاجات فيديو كتيرة للأمراض البطنة والمعدية.
في المعمل ممكن نحتاج نعمل isolation وsensitivity، عايزين نعرف الميكروب اللي عمل التهاب درع عندي مزرعة وفيها مشاكل، نعمل اختبار العزل الميكروبي ونعمل اختبار حساسية نشوف أفضل مضاد حيوي. كده ده دكتور الوقت خلص ولا لسه معنا وقت؟ دكتور إبراهيم معنا الدكاترة معنا؟ هنتكلم فكرة سريعة كده على خطوط العمل للعلاج، كل ده كان في التشخيص بس أنا أنتوا طلبتوا من أنا أتكلم، وأنا بتكلم على تشخيصك أدي فكرة سريعة على العلاج. العلاج يا جماعة مهم أوي، إن أنا لو شخصت صح عالج. نعم في العلاج مهم أوي إن أنا correct diagnosis، وبعدين الدراج اللي أنا أستخدمه يكون مناسب للمرض اللي عندي، drug used والدوز الجرعة تكون مظبوطة حسب وزن الحيوان، والديوريشن استخدم الدواء ده لمدة كام يوم. الأربعة بسميهم 4 Ds، بيبدأ بحرف الدي، دياجنوزيس دراج والدوز والديوريشن. دايما علاج أي حالة مرضية بيبقى 3 نقاط، علاج هيجينيك وعلاج ميديكال وعلاج سبورتيف. مش بس أدي مضاد حيوي ومضاد التهاب، لازم أدي معاه مثلا محاليل، أدي جلوكوز لو الحيوان ما بياكلش بقاله كام يوم، اديله فيتامينات واملاح عشان يقوي الحيوان، ده بسميه سبورتيف. هيجينك ان انا احطه في مكان نظيف واديله اكل سهل الهضم، كل الثلاثه دول مهمين قوي وانا بعالج اي حاله مرضيه، هيجينك تريتمنت وميديكال تريتمنت وسبورتيف تريتمنت. هنتكلم على مشكله الدايريه في العجول وفي الحيران وفي الحملان. مهم قوي انا خلاص الحيوان عنده دايريه، مش مهم انا ابص للدايريه قد ما ببص لاربع نقاط مهمين قوي لاي عجل عنده دايريه، اشوفه بيرضع ولا ما بيرضعش، واشوف درجه حرارته هل هي فيفر ولا نورمال ولا سب نورمال، واشوف العجل ده او الحوار ده واقف ولا ريكامبنت، ولا ريكامبنت استيرنال ولا لاتيرال، نايم على صدره ولا نايم على جنبه، عشان هحكم الحاله دي درجة استجابتها للعلاج ولا لا، واشوف درجة الجفاف بتاعت الحيوان. خلي بالكم بقى معايا في موضوع ايه، ازاي اعرف درجة الجفاف. دلوقتي العجل او الحوار او الحملان اللي بيجي لها اسهال شديد ممكن تدخل في جفاف وممكن تموت في خلال 12 ساعة او 24 ساعة. يبقى اول مشكلة بتحصل لنا في النزلات المعوية الجفاف، dehydration. ثاني مشكلة بيحصل حموضة في الدم. ثالث مشكلة بيحصل فقد في العناصر الشوارد الالكترولايت امبالانس. رابع مشكلة ان الحيوان ما بيرضعش ولا بياكل، فبيحصل عنده انرجي نيجاتيف انرجي، عنده نقص في الجلوكوز. يبقى لما اعالج نزلة معوية في عجل او في حوار او في اي حمل لازم ان انا ادي اعالج الاربع مشاكل دول كلهم، مش مجرد ان انا ادي مضاد المالي. هو أربع مشاكل بتقابلني في حالة النزلات المعوية، سواء في القطط والكلاب والجمال وكل أنواع الحيوانات، بيحصل جفاف، بيحصل حموضة، بيحتاج ندي محاليل عشان الإلكترولايت إمبالانس، محتاجين ندي مصدر للغذاء الجلوكوز عشان النيجاتيف إنرجي. يبقى الخطوط العامة لعلاج نزلة معوية إن أنا أدي مضاد حموضة، ترتيب هنا مهم، وفلويد سيرابي وانتي انفلاماتوري لو الحراره عاليه نون ستيرويدال، مضاد حيوي، انتستينال استرينجنت اند كوتنج، حاجه تغلف جدار الامعاء عشان تحميه من الاريتيشن. مضاد الحموضه بدي مضاد حموضه حقن وريدي زي صوديوم بايكربونات، تركيز 1.3%. طب نيجي بقى للمحاليل. انا عندي عجله، سواء عجل جمل او عجل جمسي او بقري او غنمه، بشوف الحيوان لو هو عندي 4 احتمالات. القاف ده واقف على رجله، عنده سال بس واقف على رجله، والرت. الرت يعني ايه؟ منتبه لي، منتبه لك، وبيرفع دماغه وبيشوف كده احساس. ده مش محتاج محاليل. لو هو واقف على رجله منزل دماغه لتحت بسميها ديبريزد، دي هنا بيبقى نسبة الجفاف وصلت 6%، محتاج اديله محاليل واورال فقط عن طريق الفم
زي محلول معالجة الجفاف ساكرولايت أو أي أدوية اللي هي ده أورالي مش محتاج حقن وريدي. لكن لو روحت الحالة لقيت رأدة اللي هو الحالة الصورة الثالثة دي رأدة على الاسترنم على صدرها وديا بقى بيبقى نسبة الجفاف وصلت من 8-10% ولازم أدي محاليل وريدي. لو لقيته لاترال ريكومبنسي نام على جنبه يبقى نسبة الجفاف هنا وصلت 12% تبقى دي باد بروجنوزس ممكن تستجيب للعلاج وممكن ما تستجيبش. دي مهمة قوي وانا رايح اعالج حالة نزلة معوية بشوف الوضع اي واحد من الاربعة دول بحدد المحاليل اللي هديه. طب ايه المحاليل اللي هستخدمها؟ لما الاقي الحيوان في المرحلة الثالثة دي رائد على صدره استرنا ريكومسي زي ما قلنا نسبة الجفاف هنا وصلت كام؟ 10% عشان لما اجي احسب المحاليل يبقى انا عارف ايه. طيب عندنا نحسب ازاي المحاليل وندي قد كميه قد ايه. ادي عجله هو تستنى الريكومبنس يبقى نسبه الجفاف هنا كام؟ 10%. طب احسب الكام هشوف وزن الحيوان ده كام تقريبا هنقول مثلا 40 كيلو يبقى اضرب 40 في نسبه الجفاف اللي هي 10% يطلع كميه المحاليل 4 لتر. 40 في 10 على 100 يطلع 4 لتر. ده الجرعه الاساسيه. بعد كده في حاجه اسمها مينتنانس دوز. على كل كيلو من وزن الحيوان بيحتاج زياده 50 ملي محلول. يعني لو العجله 40 كيلو بحتاج اديله 2 لتر ثاني حاجه اسمها مينتنانس دوز. يبقى ده ياخد 2 لتر مينتنانس دوز و4 لتر الجرعه الاساسيه، يبقى محتاج كام لتر في اليوم في 24 ساعه؟ 6 لتر. 6 لتر ما ادوهمش مره واحده لان كده ممكن الحيوان يموت. لكن ادي 2 لتر وبعد 6 ساعات ادي 2 لتر 2 لتر لغايه ما ايه ادي الجرعه كامله. وبفتحش المحلول للاخر اخليه بطيء عشان يحصل هيدريشن كويس. طب ابدا اي محاليل ابدا بيها؟ الحيوان لما بيحصل له جفاف سواء لنزله معويه او في فوميشن او حصل له حرق او اي حاجه بيبدا الحيوان يفقد الميه من خارج الخليه. خارج الخلايا الاول ياخد الميه اللي هي بنسميها انترستيشيال سيلز ياخد الميه من والالكترولايت من بره من داخل خارج الخليه. خارج الخليه موجود عنصر الصوديوم والكلورايد وداخل الخليه لما الجفاف يبقى شديد يبدا ياخد الميه من داخل الخليه فبياخد معاها البوتاسيوم. فدايما ابدا الاول المحاليل بالصوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد 9% اللي هو اسمه سالاين سوليوشن. بعد كده لو الجفاف شديد ادي بعد كده رينجر سوليوشن اللي هو فيه بوتاسيوم. طب ايه بقى انواع المحاليل عشان ابقى انا عارف؟ عندنا حاجه اسمها سالاين اللي هو الصوديوم كلورايد 9% ده اللي دايما ابدا بيه. غلط ان انا ابدا بجلوكوز 5% مثلا او كده ممكن الحيوان يموت مني. لازم الاول اعوض الفقد في الصوديوم كلورايد. ادي 2 لتر على الاقل الجرعه الاولانيه. لو الجفاف شديد شويه ادي بعدها 2 لتر رينجر. ايه رينجر ده؟ ايه الفرق بينه وبين الصوديوم كلورايد؟ ان ده فيه بوتاسيوم كلورايد. او استخدم حاجه اسمها لاكتيت رينجر، هو عباره عن رينجر وزايد عليه صوديوم لاكتيت. ده بيعالج الحموضه البسيطه، ممكن ادي لاكتيت رينجر سوليوشن. طبعا زي ما قلنا في الاول ادي لو الحاله فيها حموضه بدي ايزوتونيك صوديوم بايكارب 1.5-1.5%. يبقى دي اول خطوه يا جماعه في علاج الايه النزله المعويه ان انا ادي محاليل. ما ينفعش ادي مضاد التهاب لعجل عنده جفاف هيحصل له رينال فيلير وريموت. ما ينفعش ادي مضاد حيوي لعجل او لاي حيوان عنده جفاف ما ممكن يحصل له رينال فيلير ويموت. بلا اعمل ايه؟ اول حاجه اعلق محاليل عشان اعالج الجفاف. بعد كده بقى ادي بعد ما اديت المحاليل ادي نانو سترويد الانتي انفلاماتوري. لو الحراره عاليه يبقى ده خافض حراره مضاد التهاب انتي اندوتوكسيك وانتي بايريتيك وانتي انفلاماتوري وانالجيسيك مسكن شديد للالم زي الفنادين الطولفين كيتو بروفين الميتاكام مثلا ديكلوفيناك صوديوم كل ده بتشتغل الاربع حاجات دول انتي انفلاماتوري انالجيسيك انتي بايريتيك
وانتي اندوتوكسيك. لو الحيوان حرارته عالية والنزلة معوية باحتمال كبير يكون بكتيريا إيكولاي سالمونيلا، فاستخدم مضادات حيوية خاصة في النزلات المعوية زي النفلورا أو المربوسيل أو السيفوتاكسيم أو البرجال اللي مثلا سلفة مع ترايموسبرين. دي كلها بتشتغل على الإيكولاي وعلى السالمونيلا. كده خلصنا الأساسيات العلاج، وبعد كده إن شاء الله نفتح مجال الأسئلة لو حد عنده أي سؤال. كده خلصنا تقريبا ساعة دكتور. الحمد لله. ألف شكر على هذه المعلومات القيمة والرائعة جدا. الأخوة الزملاء اللي حاب يسأل سعادة الدكتور سؤال يتفضل، بس يرفع اليد على أساس أفتح له المايكروفون. ورجاء احنا نسجل المحاضرة، فعلى أساس ما يصير تشويش في التسجيل لا حد يفتح المايكروفون إلا لما يكون عنده سؤال. راح نرفع المحاضرة بعدين للاستفادة، يستفيد منها الآخرين، واللي يحب يرجع المحاضرة موجودة على اليوتيوب. فنلتزم رجاء بعدم فتح المايك لعدم تشويش التسجيل. الأخ آيفون رياض، آيفون تفضل. السلام عليكم. لو سمحت ممكن في تسجيل للمحاضرة، رابط تسجيل المحاضرة ممكن تنزله على الشات؟ إن شاء الله خلال بكرة أو بعد بكرة راح يكون على اليوتيوب وإن شاء الله تستفيدوا منه. بس كيف أوصله لك عاد دكتور؟ ما بعرف. لا أريد بس الموقع، بس الموقع التنزيل. تنوير، ابحث عن تنوير، راح طبعا ابحث عن طريق القنوات مش عن طريق البحث العادي، غير البحث إلى قنوات راح يجيب لك قناة تنوير بتشوفه. شكرا. أو لو حبيت سجل هذا في النهاية، أنا راح أحط تلفوني تواصل معي عشان تحصل على المحاضرة عن طريق الواتس إن شاء الله ترسله ممكن؟ إيه بعد المحاضرة راح أحط أنا تلفوني على الشات، اللي يحب يتواصل ويستفيد من المحاضرة بالتسجيل إن شاء الله نوصلها لكم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معكم دكتور تيتو من الدمام. يا أهلا وسهلا دكتور تيتو، زي حضرتك؟ الحمد لله. نور. ربنا يديك الصحة. نور الشاشة. يعني فخورين بحضرتك وفرحانين إن إحنا شفناك وسمعنا صوتك النهاردة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أنا عندي سؤال، يعني أنت دايما في حالات الإسهال في الطليان وفي الحيران بالذات كمان، بعد الإسهال أو قبل ما يخف بشوية كده بنلاحظ حالات نقص فيتامين ب1 اللي هي سامين ديفيشنسي، هل ده له علاقة بالإسهال ولا إيه اللي بيحصل؟ السؤال الثاني، هل الحيران من عمر يوم لعمر أسبوع ممكن يجي لها بلاد برازايت؟ وشكرا يا فندم. عفوا حبيبي. وطبعا مشاكل الإسهال خاصة لو هو خد فترة طويلة فعلا ممكن يعمل نقص في العناصر الأساسية زي الفيتامينات والأملاح. فدايما بعد حالات الإسهال دايما نجد فيتامين A deficiency، ممكن نجد فيتامين E deficiency تظهر على الحالة، ممكن يحصل زنك deficiency، وممكن يحصل سيامين deficiency اللي هو البي 1. لكن هو البي 1 أكتر لما بيكون الحيوان بدأ يكبر ويحصل يأكل كونسنتريتس كمية كبيرة، مركزات العلف بتعمل حموضة في الكرش فتمنع تكوين السيامين اللي هو بيكون في الكرش، فخاصة في الهيجن والسباق، حيوانات السباق في المطايا وكده. ده الجزء الأول. فمهم قوي دايما ان انا يؤدي مع الإسهال الحاجات اللي احنا قلنا عليها، فيتامين ألف دال 3 وفيتامين إي سليم، عشان أتجنب حدوث المشاكل دي بعد الإسهال. إجابة السؤال الثاني، البلاد بارازايت خلال الأسبوع الأول، هو يعني نادرة أو صعبة جدا أن الحيوان يصاب بالبلاد بارازايت في الأسبوع الأولاني. لكن في بعض الدكاترة بيقولوا أن احنا عملنا بلاد فيلم، وأكيد أنت يا دكتور شغال في معمل، وهل أنت شفت حالات فعلا في الأسبوع الأول ولا؟ أنا شفت حالات كتير، فأنا شكيت أنه هو بينزل ترانس بلاسينتال يعني بتولد بيه،
والحالات خفت واستجابت للعلاج بالانبوب فاليات الدم. نعم طب كويس والله كويس، دي معلومه كويسه احنا ناخد بالنا برضو في الحالات. الاسبوع الاول ممكن يحصل اصابه بالطفيليات الدم بابيزيا او سايليريا او انابلازما. دكتور محمد جعفر تفضل. دكتور محمد جعفر رافع اليد. دكتور عبد الإله في سؤال؟ دكتور في انا لاحظ حالات في الفيلد في الماعز عاده تمشي على الركب على الني جوينت، وطبعا اغلب الشباب يشخصوها على انها مايكوبلازما، فندي مضادات حيويه للمايكوبلازما بس ما في استجابه، ما ادري ايش رايك دكتور. والله المشي على الركب ده له اسباب فعلا، منهم المايكوبلازما، بعض الحالات تم عزل مايكوبلازما منها، ولكن ايضا حالات النقص الفيتامين اي سيلينيوم ممكن يخلي الحيوان يمشي على الركب برضه. نقص عنصر الفيتامين اي ونقص عنصر السيلينيوم، فالحالات دي لو اديناها فيتامين اي سيلينيوم وحاولنا نحن نوقفها وكده لفترة ممكن تتحسن. ممكن يكون بتحصل في بعض الحالات البروسيلا، ممكن الحيوان ياخد، خاصة دي شفناها في الجمل تلاقيه نازل على ركبه كده مش قادر يقف، دي بتحصل برضو في حالات البروسيلا انفكشن، لها أكثر من سبب، وبالتالي لازم ناخد عينات ونحلل عشان نعرف السبب الرئيسي لو الظاهرة دي منتشرة في القطيع، فيتامين اي سيلينيوم او بروسيلا او ارثرايتس او مايكوبلازما، بناء على السبب نعالج المسبب. شكرا دكتور. في على الشات واحد يسال كيفيه التفريق بين الاسهال البكتيري والفيروسي. هو لا طبيعي لا يمكن التفريق بينهم بالاعراض الكلينيكيه، لكن احنا دايما نقول ان عندنا الروتا فيروس بتيجي، الروتا والكورونا بتيجي خلال العشر ايام الاولى من عمر الحيوان، الايكولاي بتيجي عند 15 يوم، في بيبقى الايكولاي بيبقى يعني في اعراض الروتا الدائريه مع الحراره العاليه وبتبقى سريعه في الاعراض، السالمونيلا بتيجي عند عمر 15 يوم، الكوكسيديا بتيجي بعد شهر او شهر ونص، لكن احنا عشان نحكم ان هي دي بكتيريا ولا فيرال بيبقى صعبه، الا لازم تعمل فحص معملي وعزل ميكروبي عشان نحدد المسبب بتاعها. لازم اللاب طبعا. لازم اللاب طبعا. طيب دكتور محمد جعفر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه على المحاضره الطيبه، ويعطيك العافيه دكتور. معليش انا عندي الله يعافيك. هنا سؤال بالنسبة حق اللي هو الأسهال، أكثر حاجة تكلمت عنها اللي هي في العجول وفي الكامل، بالنسبة حق الأمهار نفس الطريقة في المعالجات وفي أو تختلف؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني بالنسبة للخراجات أو المايكوبكتيريوم سودو تبركلوسيس، أشوف البعض ينصح يقول نبدأ بالعلاج بالسلفات ثم البنسلين بعد ما نفتح اللي هو الخراج وينظف أول 3 أيام بالسلفات ثم بعدها نعالج بالبنسلين، فما ادري ايش رايك يا دكتور في هالموضوع. معلش ممكن يا دكتور محمد تعيد السؤال الاولاني، انا ما فهمتش انت بتقول الاسهال. السؤال الاولاني الاسهال تكلمت عن اللي هو في الجمال وفي العجول، فالامهار اللي هي الافراس الصغيره هذه نفس الطريقه؟ نفس الطريقه طبعا، نفس الحيوانات كلها. انا اخذت مثال بس كده عشان اوضح، لكن هو نفس الكلام ينطبق على جميع الفصائل المختلفة من الحيوانات، ولازم نمشي بنفس خطوط العلاج ونفس مشكلة الجفاف وتعويض الجلوكوز نقص الطاقة وتعويض الكرايت، نفس الكلام.
السؤال الثاني بالنسبة للكيزيس لنفادونايتس أو السيدو التوبركولوزيس، هو ده كوريني ده جرام بوزيتيف. جرام بوزيتيف يستجيب أفضل حاجة للجرام بوزيتيف البنسلين أو مجموعة البنسلين اللي هي أمبسلين الأموكسيسلين، لكن السلفة ما تشتغلش عليه، يعني غلط أن أنا أدي سلفة ولا لها أي قيمة كعلاج بالنسبة لحالة لو أنا متأكد أن هي يعني كوريني بكتيريم أو كيزيس لنفادونايتس. لا السلفة لا ما تجيبش نتيجة خالص يعني. نعم شكرا. أو مركبات البنسلين هي اللي يعني فيها مفعولها اقوى بالنسبه لعلاجها الحالات هذه. زي ما انت قلت لازم نفتح الخراج وننظفه، لان البعض بيكتفي انه يقول لك خلاص هدي مضاد حيوي. لا، المضاد الحيوي ما بيشتغلش في وجود خراريج بحجم كبير، يعني بيبقى كبسوليتد والمضاد الحيوي ما بيوصلش جوه للميكروب، فلازم ان انا اسويه وبعدين افتحه وادي المضاد الحيوي بقى البنسلين عشان نمنع تكون خراريج جديده. تمام تمام، يعطيك الف عافيه دكتور. شكرا شكرا لكم. الله فيك. شكرا دكتور محمد. دكتوره ياقوت موجوده في، كان كاتبه على البوست، في عندك سؤال دكتور ياقوت؟ دكتور اسامه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام معكم دكتور اسامه من بريده. نتشرف طبعا بالدكتور حامد عطيه في وسطنا، وشكرا للمعلومات القيمه اللي حضرتك اضفتها لنا كلنا. تجار الدكتور اول مره اعرف صراحه يعني. فنتشرف بمعرفته قريبا ان شاء الله رب العالمين. يسعد بك، شرف شرف لي حضرتك. الله يبارك في حضرتك دكتور. بعد اذن حضرتك بس سؤال على شقين بس. الاول، الموست اكوريت لابوراتوري دايجنوزيس فور بورسيلا. تمام. ايوه. والسؤال الثاني، البروتوكول اوف تريتمنت. نعم. سواء انديفيدوال كيس او الهيرد منقطع ككامل. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا. احنا في المستشفى في بريده اي حاله بتيجي المستشفى دلوقتي بنعمل لها بروستيلا تيست اللي هو الرابيد تيست، بيطلع خلال 10 دقائق النتيجه بتاعته. ده يعني دايجنوستيك، يعني إن كان في بعض الأخطاء أو كده، لكن هو أساسي يعني. ده أو روزب أو روزبنجل تيست تشخص حالة بروسيلا. ما دخلش حالة تكشف في المستشفى إلا لكون نيجاتيف، بروسيلا نيجاتيف يعني. لكن من ناحية العلاجية، أنا نصيحتي إن أنا ما بعالجش بروسيلا في الحيوانات. يعني هقول في، هتلاقي بعض الآراء كتيرة، دكاترة يقول لك ادي مضاد حيوي 15 يوم و20 يوم، لكن العلاج هيطول جدا، ممكن هيجيب نتيجه، لكن بتبقى الحاله المصابه بالبروسيلا مصدر للعدوى للحيوانات الاخرى، مصدر عدوى للانسان نفسه او الدكتور او اصحاب العمال الشغالين. فاحنا في الحيوانات ما بنعالجش البروسيلا، بندي بروسيلا بوزيتيف ناخد الحيوان وندبحه ونستبعده، بعد كده يبقى القطيع سليم. لكن الحاله الوحيده اللي احنا ممكن نعالج لو فيها حاجه بسموها فاليبل انيمال، يعني في مثلا رام، الرام ده مثلا بيجمعوا منه سيمن وبتاع كم مليون، او فحل مثلا وبيجمعوا منه سيمن برضو والحيوان ده مثلا بكم مليون. الحالات دي ممكن بقى يبقى حاله خاصه نعالجها ونهتم بيها وكده، لان احنا في البيطري حاجه بنسميها علاج اقتصادي، يعني ما ينفعش ادي علاج يبقى اغلى من الغنمه، اقعد ادي علاج للغنمه وانا اديت علاج اكتر من ثمنها، وفي نفس الوقت هي مصدر عدوى، فما بنعالجش. يقول ان عالج ده انا ضده كده. ايه رايك كتاب اجنبي او اي حاجه يقول لك اعمل اختبار واستبعد، اعمل اختبار واستبعد. طيب راي حضرتك في حالات الاغنام او اللي انقطعان الاغنام، بحيث مثلا ان هو تو هيرد ديفيجن، قطع سليم تماما وقطع مصاب تماما بعد، واعمل سيليكشن للأوفسبرينج من النيو بورن مثلا من القطع من الأمهات نفسها، من أمهات مصابة؟ الأمهات مصابة ممكن النيو بورن تاخدها وتعمل لها اختبار وتطلع نيجاتيف، لكن بعد كده ممكن تبقى بوزيتيف. يعني ما يعني مش شرط ان انا عملت اختبار للنيو بورن وطلع نيجاتيف ان هي ممكن بعد فتره لما تكبر تبقى بوزيتيف. فاحنا ما نضمنش ان احنا حيوان بوزيتيف ممكن ينقل العدوى للجنين، ممكن ينقل العدوى
فهو ده كلام يعني. هو طبعا انت بتقابله المشاكل دي لان الراجل راعي الابل او راعي الغنم عايزك تحل له المشكله، فبيقول لك خلاص انا عايز علاج، فانت بتضطر ان انت تصرف له علاج. لكن ده في الناحيه العمليه، والناحيه العلميه خطأ. يعني وانا مؤخرا ما بصرفش علاجات للبروسيلا قدر المستطاع، بقدر ما انا بوجه ان هو تو هيرد قطعين. وقفت على بعض الحالات بفضل الله يعني بعد التحاليل مثلا او كده. دكتور أسامة بشتغل اللي هو سيرم ماجنتيك. دكتور أسامة تسمعنا؟ الصوت عندك يقطع. طبعا هو الاختبار التأكيد زي ما انت قلت ان احنا نعمل سيرولوجي ونشوف التتر بتاع البروفيسور ده الصح يعني، لكن هو الاختبار ما اختبار مبدئي يعني. احنا في المعمل عندنا اختبارات سيرولوجي، وعندنا اختبار السريع اللي بنعمله على البوابه اللي هو البروسيلا تيست السريع، لكن تأكيدي اللي هو السيرولوجي طبعا. كلام تمام. شكرا دكتور سامي، شكرا حبيبي. في مجموعه دكتور من الاسئله نحاول نختصر على اساس الجميع يستفيد. دكتوره ياقوت. ايوه فندم. ايوه تفضل دكتور ياقوت. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ تفضل حبيبي تفضل. الدكتور معاك. سعداء بهذه المحاضره القيمه جدا جدا الحقيقه، ونرجو ان احنا نتواصل مثل هذه المحاضرات القيمه. الحقيقه السؤال بتاعي هو فتره تحريم الدواء. لما باجي ادي مثلا الحيوانات بتاعه المزرعه اللي هي الحلابه وكده، الغنم والابقار وكده، في الغالب في مزارع كتيره جدا يقول لك ما استخدمش مضاد حيوي، يقعدني مثلا اسبوع او اسبوعين ان انا ما اقدرش استفيد من الحليب. في الحاله دي ايه التصرف؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هل ممكن نحن نضيف المضادات الحيويه والفيتامينات مع المحاليل اثناء طبعا العلاج بالمحاليل في حالات الجفاف؟ شكرا يا دكتور. وطبعا من باب الامانه للطبيب ان هو ينصح الراجل اللي اداله البقره اللي هي الحلوب اللي بيجيب لبن مضاد حيوي، يقول له طبعا كل دواء بتستخدمه بيبقى له فتره سحب معينه، يقول لك ده بيقعد في اللبن لمده كام يوم. فانا فعلا كنت مشرف على مزارع، وكان صاحب المزرعه حريص ان هو يستبعد اللبن الحيوانات المضاد حيوي، وطبعا كان ممكن يستخدمه بعد كده للعجول يعني، مش بيرميه يعني كده. لكن المفروض ان هو ده ما يستخدمش للاستهلاك الادمي، لانه ده خطور على الانسان. نحن بناخد لبن في مضاد حيوي خاصه للاطفال، بيبدا يتكون عندهم مناعه ضد الميكروب اللي هو موجود، لما يجي هم يتعالجوا بنفس المضاد الحيوي بعد كده ما يجيبش معاهم نتيجه. فالمفروض ان احنا بنحترم المكتوب في الروشته، ان دايما يبقى مكتوب ان اللبن كده او في اللحمه بيقعد لمده كام يوم، فده لازم احنا ايه نلتزم بيه. السؤال الثاني يا دكتور، نحن بالنسبه للمضاد الحيوي لو العجل المصاب عنده نزله معويه والحراره عاليه فوق ال 40، يبقى ده احتمال كبير بكتيريال او فيرال انفكشن، فلازم ندي مضاد حيوي سيستميك. بس قلنا ما نديش مضاد الا بعد ما اعمل عالج الديهيدريشن، خلي الحيوان الاول اعمل له هيدريشن يعني ايه عالج مشكله الجفاف، عشان لو دخل مضاد حيوي الدم لحيوان عنده جفاف بيبقى الدم اصلا لزج وكميه الميه فيه قليله، فلما دخل له بودره تدخل البودره دي تزود الفسكوستي بتاعت الدم، يجي يمر على الكليه يروح قافل الرينال تيبيولز بتاعت الكليه فيعمل فشل كلوي. نفس الكلام بالنسبه لمضاد التهاب الغير استرودي، ممكن يعمل نفس المشكله. فالاول ادي محاليل بعد كده ادي المضاد الحيوي. معرفش كده انا جاوبت على السؤال الثاني ولا في حاجه؟ شكرا دكتور. شكرا دكتور محمد جعفر مره ثانيه تفضل. دكتور محمد جعفر. دكتور تيتو في تعقيب عندك؟ تفضل دكتور تيتو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس لي تعقيب على البروسيلا في الدياجنوزيس دلوقتي في المملكه. الحمد لله في بي سي ار تشخيص لجميع انواع البروسيلا، يعني كل العترات يعني ابورتس وملاتينسيس واوفيس كله عندنا دلوقتي بالبي سي ار. وده يعني لما بتعمل صح من السامبل الصح يبقى هو ده الجولدن تيست او الاختبار الذهبي للبروسيلا. الروز بنجال سكرين تيست ما اعتمدش عليه قوي،
برضه ساعات في الإلايزا، اختبار الإلايزا استحالة معمل هيعمل ثلاث عترات، يعني هيعملك أبورتس أو ميلاتينسز أو أوفيز، يعني مش هيعمل الثلاثة في العينة الواحدة، فممكن تبقى سلبي في الأبورتس وإيجابي في الأوفيز أو إيجابي في الميلاتينسز. إنما البي سي آر دلوقتي عندنا سريع جدا خلال ساعتين ونص بتطلع النتيجة وبتحدد لك فعلا في بكتيريا بروسيلا في قلب الحيوان، يعني يقول يعتبر اختبار الذهبي. ده كان بس تعقيب على احسن اختبار البروسيلا اللي سأله سمين. شكرا يا دكتور. دكتور رشاد المزي في تعليق دكتور؟ تفضل دكتور في تعليق. دكتور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور رشاد زي حضرتك استاذنا الدكتور، مساك الله بالخير. نورنا يا حبيبي، ربنا يبارك لك. الله يسلمك. الله يخليك يا دكتور حامد. اولا بنشكر حضرتك على اعطائك المستمر للمهنه وللزملاء، ربنا يبارك يا رب في صحتك وفي عافيتك وفي علمك، ربنا يحفظك. كان لي استفسار بس بسيط بالنسبه للفلويد ثيرابي. في بعض الناس بتقول لك اللي هو الصوديوم كلورايد اسيدفاينج، فازاي نستخدمه في حاله الانترايتس؟ تمام، فياريت حضرتك تعرفنا ايه الاسيدفاينج فلويدز اللي احنا ممكن ما نستخدمهاش في حالات الاسيديتي، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه، في بعض الزملاء لما بيدوا علاج للبلاد برازايت خصوصا البابيزيا بيحصل سب نورمال تمبريتشر، تمام، توصل الحراره 37 ثاني يوم غالبا يعني. ففي الحاله ديت ينفع ادي كالسيوم في الوريد مع جلوكوز مثلا، في حين طبعا ان في عندي هيموليسيس في البلط. ماشي يا دكتور، بارك الله فيك. وطبعا بالنسبه لي انا لو حضرتك طبعا شفت اللاين او ترتيب المحاليل بالنسبه للحيوان اللي عنده اسهال، انا كاتب اول حاجه ان احنا ندي ايزوتونيك صوديوم بايكارب اللي هو حاجه ضد الحموضه بتاعه الدم. ثاني حاجه بعالج مشكله نقص العنصر الصوديوم والكلورايد، اساسيات لانتقال الكهرباء بين الخلايا وبين تبادل المواد الغذائيه بيعتمد على وجود الصوديوم والكلورايد خارج الخليه. فده ما هوش اسيدفاينج لدرجه ان هو يعمل حموضه في الدم. يمكن احنا كنا اتناقشنا في الموضوع ده مع بعض على الفيسبوك وعلى موقع الدواء، لكن انا قريت عنه ان هو ما بيعملش حموضه في الدم. الصوديوم كلورايد 9% ده هو اذا كان اسمه اسيدفاينج لكن هو ما بيعملش حموضه، ما فيش خطوره منه. بس انا للحموضه الاساسيه اعالجها بالصوديوم بايكربونات انتي اسيد انترافينوس، وبعد كده ادي الصوديوم كلورايد. لو كان الجفاف شديد ادي معاها رينجر، وبعد كده ادي الجلوكوز عشان مصدر للطاقه للحيوان. ده ترتيب المحاليل اللي نديها. السؤال الثاني بالنسبه للبلاد بارازايت، ما اعرفش انت بتقول المحاليل بندي محاليل في البلاد بارازايت ولا ايه؟ لو تعيد السؤال الثاني يا دكتور رشاد. السؤال الثاني دكتور، علاج طفيليات الدم بيصير نزول لدرجات الحراره، ينفع نعطي كالسيوم في الوريد؟ هذا سؤال. هو عامه السب نورمال تمبريتشر كمحاوله من المحاولات ان احنا ندي كالسيوم عشان نرفع حراره الجسم، وممكن المحاوله دي تنجح وممكن تفشل، لان الحراره بتاعت النورمال تمبريتشر بتاعت الجسم بتيجي من خلال حركه الاعضاء الداخليه في الجسم زي حركه الكرش وحركه الامعاء. فالكالسيوم لما بنديه عشان ينشط حركه الكرش وحركه الامعاء، فلما الحركه تنشط تجيب حراره، تزود الحراره، ترجع الحراره للنورمال. ده الفكره، ان انا ليه بدي كالسيوم في حالات السب نورمال تمبريتشر، بدي في حالات الامباكشن والاندايجيشن وحالات اي سبب يعمل سب نورمال تمبريتشر بدي كالسيوم، بس بدي ببطء في الوريد ما فيش منه خطوره ان شاء الله. وكثير من الحالات كنا بنعالج نقص الحراره ان احنا نديها كالسيوم. شكرا دكتور. دكتور حماده تفضل. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله.
منورنا دكتور حامد، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. تعجيل يا دكتور بس سؤالين، هم كان سؤال شويه بعيد على الانترنال، شويه مواد على باراسيكولوجي، وسؤال شويه فارماكولوجي. في حالات الكوليسترول يا دكتور، معايا حضرتك؟ معايا. ايه اتفضل. حالات الكوليستيريديا، احنا الحين لو ظهر اصابات كوليستيريديا بنبدا اول حاجه نعمل تشويس لانتيبيوتيك، وبما انها هي جرام بوزيتيف في الغالب بندي اموكسي او اي مجموعه انسولينات، ولكن بيصير في نفوق. معلومه عرفتها من دكتور زميل في شركه ادويه، قال انه افضل انتيبيوتيك او هو الفيرست تشويس الاوكسيتراسايكلين، انه بيوصل للسايت بتاع الميكروب في زمن اقل من 20 دقيقه. ده السؤال الاول، فهل دي المعلومه صحيحه يا دكتور، ولا البنسلين هو الفيرست تشويس في حالات الكوليستيريديا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبه للفشيوله بنصادف حالات كتير هنا بوتل جوب، وانا يمكن اشتغلت في مسالخ كنت بشوفها اكتر في الغنم المستورد، يعني نادر ما كنت اشوفها في غنم محلي اللي هو بيشرب في الغالب ميه ابار. فهل مثلا ممكن حضرتك نلاقي انتربريت هوست مثلا في ميه الابار بحيث الحيوان ممكن ياخد الانفكشن بالفشيوله، ولا دي ترجع لاسباب ثانيه غير الفشيوله زي مثلا ديدان الكرش اللي هي الهومونكس؟ بس حضرتك وجزاك الله كل خير. جزاكم حبيبي دكتور. في اسئله كثيره وباقي من الوقت 4 دقائق، فيا ريت بس الاجابات تكون باختصار شديد. حاضر. يا دكتور بالنسبه للكوليستيريديا، انا شغال في المهنه بقى 40 سنه لكن ما شفتش حد يعالج كوليستيريديا. الحيوان بيموت على طول لو هي كوليستيريديا، ما بتستناش عشان المضاد الحي وكده، لانه بيطلع انثيروتوكسينز بتموت الحيوان. تمام. فما فيش حاجة يعني أقدر أقول إن هي كوليستيريديا وديت تتراسكلين وتتراسكلين جاب نتيجة والكلام ده. ما ليه المشكلة العلاج إن إحنا ندي تطعيم للكوليستيريديا. طب حضرتك كده التطعيم بيقدر حيانا يعمل مناعة ويكون أنتي بوديز بعد كم يوم؟ يعني أنا طعمته النهاردة، ما هو أكيد برضو معدل النفوق هيستمر، المفروض في خلال كم يوم بيقدر حيانا يكون مناعة والمورتال تريت يقع أو يقل. المفروض إن أنا بدي جرعة بعد كده، بدي جرعة تانية بعد 6 شهور. المناعه بتبدأ بعد شهر او شهر ونص عشان احكم ان الحيوان ده بدا يكون جهاز المناعه بتاعته يشتغل. لكن هو المفروض ان انا امشي ببروتوكول على الحيوانات السليمه، لكن لو ظهر حالات ماتت عندي وانا مش محصن ابدا احصن القطيع بسرعه عشان احمي القطيع من الكوليستيريا. الوقايه خير من العلاج في الباستريلا وفي التسمم الدموي والتسمم المعوي. استناش المشكله تحصل واقول ادور على علاج، لكن الحالتين دول لازم ادي تحصينات. السؤال الثاني يا دكتور فكرني بيه كده تاني، اللي هو الفشوله. ان في المملكه السعوديه او في دول الخليج فعلا ما فيش فشوله في الغنم ولا تيجي في ميه الابار وكده، لكن تيجي للحيوانات المستورده من الصومال ومن افريقيا اللي هي فيها انهار وكده. لكن البوتل جول بتحصل هنا في المملكة بيكون سببها فعلا جسر السيدة الليماتود أو الهومونكوس، يعني هي بتبقى الطفيلات الداخلية ودي تستجيب للايفرمكتين أو ليفامازول أو ألبندازول، ما بتبقاش سببها في الشولة زي ما حضرتك قلت. في المسلخ ما بتبقاش فيه فعلا في الشولة إلا إذا كانت أغنام مستوردة. شكرا دكتور. شكرا دكتور حسين. دكتور حسين عندك سؤال تفضل، تفتح المايك من عندك وتفضل. دكتور حسين تسمعنا؟ السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. عندي سؤال حول المايكوبلازما. انا عندي مايكوبلازما، عندي مرضين معديين في الابقار وفي الماعز اللي هو كونتيجيوس كوبراين بلورونومونيا وكونتيجيوس كوبراين بلورونومونيا. سؤالي هل السبيشيز هذا يصيب الكمل ويصيب الابقار ويصيب عفوا الاغنام اللي هو الضان؟ هذا هو سؤالي. عندي تعليق حول الإبل بالنسبة لدرجة حرارة الإبل، مثل ما تفضلت يا دكتور أن حرارة درجة الإبل مختلفة، فالإبل سبحان الله يغير من درجة حرارته وأقلم نفسه على حسب البيئة اللي هو فيها، درجة الحرارة اللي هو فيها. فلما يكون عندي حيوان مريض وشاك فيها أنا على أساس أخذ درجة حرارة تكون درجة حرارة أوكي أو لا، لازم يكون عندي كذا حيوان سليم في نفس المكان مع الإبل، اخذ اول السليم
وبعدين اخذ المريض واخذ المعدل بينهم عشان اعرف هل هذا الحيوان صحيح المريض عنده ارتفاع في الحرارة او لا. وشكرا لكم جزيلا. شكرا يا دكتور. تفضل. بالنسبه للجزء الثاني كلام حضرتك صحيح ان الابل فعلا لم تاخذ درجه الحراره الصبح غير الظهر غير اخر النهار، وممكن يحصل فاريشن لتصل لاربع درجات مئويه، وبعدين يجي لو الحيوان الجو حر جدا درجه حرارته ترتفع بالنهار ويجي بالليل ينزل الحراره دي. فالابل فعلا كما قال تعالى فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، عالم تاني وفيه حاجات كتيره فيها، لكن طبعا المحاضره لا تتسع الوقت انني اتكلم بالتفصيل، لكن بقول عامه الرينج 6.5 و7.5 في الجمل ده طبيعي، ممكن لغايه 8 لو انا خدتها بالنهار. يعني انا عندنا في المستشفى في حوالي 1000 جمل موجودين وبناخد الحرارات طول اليوم، ففعلا الظهر الساعه 2 الظهر تلاقي الحراره 8.5، وده برضو طبيعي. بينما 8.5 الصبح لو خدناها الصبح بدري او 39 الصبح ممكن تبقى عاليه. ففعلا بناخد من حيوانات نورمال عشان نقدر نحكم على الحاله اللي هي الابنورمال. بالنسبه للمايكوبلازما ممكن ايضا تيجي للجمال وتعمل برضو نفس المشاكل اللي بتحصلها في الغنم، وبرضو بنعالجها بنفس العلاج اللي بنستخدمه في الغنم. يعني الجمال برضو يجي لها مايكوبلازما وتصاب وتعزل من حالات كثيره مايكوبلازما، لكن هي الشديده بتبقى اكثر في الاغنام، تعمل وفيات كثيره اللي هي المايكوبلازما. طبعا الطيلوزين كعلاج كويس جدا، وممكن نستخدم برضو مضادات حيويه اخرى في علاج المايكوبلازما. الافضل برضو لو في تحصينات يبقى افضل للقطيع الاغنام ندي تحصين مايكوبلازما. الدكتور تيتو يعني جزاه الله خيرا يعني عامل بحث وعامل تحصين هنا للمملكه ضد المايكوبلازما، ممكن برضو هو يفيدنا فيه ان شاء الله. دكتور عبد الرؤوف تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. في البدايه اشكر الدكتور جزاك الله خير، والله صراحه استفدنا استفاده كبيره جدا من المحاضره. عندي سؤالي يا دكتور، استعمال المضادات الحيويه اورالي بالنسبه للصغار، يعني بالنسبه للحيران وبالنسبه للبهم الصغير، فهل مجدي في الايام الاولى؟ وشكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. الحيران او الحملان او العجول الصغيره بيكونش لسه حصل ديفلوبمنت للرومن، يعني بيبقى المعده واحده اللي شغاله اللي هي ابو ميزم، وفي حاجه اسمها اوسوفيجيال جروف اللي هو بيوصل اللبن على طول للابو ميزم. فالحاله دي بتعتبر زي السمبل ستمك انيمال. فالمضاد الحيوي اورالي ممتاز جدا، يعني انا معظم الحالات كنا نستخدم مضاد حيوي اورالي في الحيران، ما فيش فيه مشاكل، دايما خلاط في حالات النزلات المعويه. حاجه اسمها ممكن بعض الادويه كده تستخدم اورالي ونتائجها ممتازه. لكن المشكله لما بقى الحيوانات تكبر ويبقى تكون الكرش وكده، فالمضادات الحيويه هنا بتموت الميكروفلورا والبكتيريا النافعه اللي هي بتشتغل على السيلولوز وبتتكون الاحماض الدهنيه. فما انصحش ان احنا نستخدم مضادات حيويه اورالي في الحيوانات الكبيره. لكن ممكن نستخدم السلفات والحاجات دي اورالي، ما فيش مشكله. يعني لو عندي قطيع من الغنم كتير وظهر فيه مشكله ممكن احط على الميه سلفه، لكن استخدام المضادات الحيويه الاخرى اورالي بتعمل مشاكل للحمل. اذا كنت مشرف على رساله ماجستير اشتغلنا على الموضوع ده، كنا ناخد نعد البكتيريا والبروتوزوا والحاجات دي، وشفنا فعلا تاثير المضادات الحيويه على الحيوانات الكرش الحيوانات الكبيره، لكن الحيوانات الصغيره ما فيش فيها مشكله. دكتور عبد العظيم، دكتور عبد العظيم تفضل. افتح المايك تفضل. السلام عليكم، شكرا على المحاضره. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. لاحظ دكتور استاذنا انك مركز على استخدام نان سترويدال في كعلاج مضاد التهاب. سؤالي هنا، هل لا تحبذ استخدام السترويدال في هذه ولو خاص فقط في ما يخص الكدمات والتهابات الاوتار والتهابات المفاصل؟ مع شكري مقدما. شكرا دكتور عبد العظيم. لا، هو الفرق بين الاسترويدال والنانو سترويدال، الاسترويدال مضاد التهاب فقط، وزي ما انت قلت كده بنستخدمه فعلا في التهاب الاوتار والتهاب المفاصل التهاب العضلات، لان هو مضاد التهاب لكن ليس مسكنا للالم وليس خافضا للحراره. وبالتالي ان انا استخدم النانو سترويدال
لأن هو بيكون بأكثر من وظيفة، ومعروف من جانب الأمان إن الاسترويدل أأمن في الاستخدام من الاسترويدل. لو استخدمت ديكساميثازون اللي هو استرويدل في حالات عشار ممكن يحصل إجهاض، وبعدين له مشاكل تانية. الديكساميثازون لو اديناه فترة طويلة بيعمل بيخفض الجهاز المناعي في الجسم، لكن النانو استرويدل ملوش الاثار الجانبيه دي يعني. لكن هو بس النانو استرويدل عيوبه انه ممكن لو استخدمناه فتره طويله ممكن يعمل ابو ميزا الالسر زي ما ذكرت في اول المحاضره. لكن النانو استرويدل له اربع مزايا: خافض للحراره، مسكن للالام، ومضاد التهاب، وانتي اندوتوكسيك. بنستخدمه دايما التهابات الضرع والتهابات الرحم والحاجات دي. فبدل مادي نوفالجين انالجين عشان الحراره، ودي ديكساميثازون عشان مضاد التهاب، ودي مش عارف حاجه عشان مسكن، فانا بستخدم دواء حقنه واحده بيجمع بين هذه الصفات كلها. دكتور طبعا الوقت الاساسي انتهى، في عندنا ثلاثه من الشباب لا زالوا رافعين اليد، فالقرار عندك دكتور، نستمر ولا لا؟ لا لا انا معاكم، انا ما عنديش مشكله معاكم. اذا دكتور عمرو تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دخل دكتورنا الغالي بخصوص استخدام الأنتيبيوتيك في حالات التطعيم، بمعنى لو أنا عندي قطيع أغنام في 500 رأس، في 1000 رأس ظهر، في كوليستريديا، هل يجوز أن أستخدم سلفة مثلا في المية كأنتيبيوتيك وفي نفس الوقت تشتغل كتطعيم، وفي نفس الوقت في حالات تطعيم باللايف فاكسين تفرق عن الديد فاكسين؟ السؤال الثاني معلش بخصوص حالات الإنفرتيليتي المنتشرة في الغنم، يعني حالات كتيرة في انفرتيليتي واستخدمنا فيتامينات هاء سيلينيوم وفوسفور ما فيش اي نتائج، نصايح حضرتك بعد اذنك يا دكتور. يعني في هل يعني في داعي لاستخدام السلفة في المية مع التطعيم، ولا هو انت بتعالج مشكلة تانية موجودة؟ هو حالات الوفاة بتبقى كتيرة، فانا عايز الحق ما يعني اللي نقدر نلحقه، مثلا ما بتكلمش على الكوليستريديا بالتحديد، في مثلا حالات باستريلا، في حالات تانية، فحتى لو بدي انتيبيوتيك انجكشن وفي نفس الوقت اديت فاكسين، هل في تعارض بين انتيبيوتيك واستخدام الفاكسين؟ ومثلا لو انا بستخدم فاكسين لحيوانات مريضه، الفاكسين هنا ما بيجيبش نتيجه، يعني ما بيبقاش هنا فعال، لان الحيوان المريض مناعته منخفضه واستعداده لتكوين اجسام مضاده ما بيبقاش زي الحيوان السليم. فاحنا ما ننصحش ان احنا ندي تحصين لحيوانات مريضه، لكن دايما احصن الحيوان السليم عشان استفيد من التطعيم ده. لكن انت عايز تحط سلفة على المية او حاجة مفيش مشكلة، انا قلت مفيش مشكلة استخدام السلفة على المية للحيوانات، يعني كأنك انت عايز تخفف وتقلل كمية الوفيات. لكن دي معلومة بالنسبة للتطعيم انني لا اطعم حيوان مريض. السؤال الثاني انفرتيليتي لها اسباب كتيرة، وده طبعا عايز ناس متخصصين في الانفرتيليتي، لكن لازم في تحاليل وفي اشعة نشوف ايه السبب اللي خلي الحيوان ما يحصلش خصوبه يعني او يحصلش تلقيح. انا طبعا دكتور بالمناسبه احتمال المحاضره اللي بعد الجايه راح تكون عن الانفرتيليتي طبعا بصفه عامه، ان شاء الله نوفق للترتيب ونعلن عنها. معنا الدكتور رشاد ممكن يجاوب على السؤال ده، لان راجل متخصص برضه في الحاجات دي. لا زال موجود دكتور رشاد؟ ايوه فندم موجود، بس مش فاكر السؤال معلش. السؤال يقول حالات عدم الحمل في الاغنام الانفيرتيليتي. ايوه يقول السائل ان استخدم الايسلينيوم واستنفذ جميع الحلول لكن ما في نجاح. هو بالنسبه للاغنام احسن حل ان احنا بنعمل الاسفنجات اللي هي المشبعه بالبروجسترون، تمام؟ السفنجات المشبعة بالبروجسترون بتحل مشاكل التناسلية في الأغنام عموما، يعني نحن بنعمل سنكرونيزيشن للستراس سايكل، وبعد 13 يوم أو بعد 12 يوم بنشيل السفنجات دي وبندي جي ان ار اتش تاني يوم وبندخلهم على الذكر، تمام؟ فبيحصل عملية الفيرتلايزيشن بدرجة كبيرة أو بنسبة كبيرة يعني. لو في عندنا حالات انفيرتيليتي زي ما قال الدكتور دلوقتي الدكتور حامد، الاسباب بتاعت الانفيرتيليتي كتيره جدا يعني. لازم طبعا نشوف السونار او نفحص الحيوان بالسونار عشان نشوف ايه السبب ونعالجه يعني. تمام دكتور رشاد، في لك محاضره جميله انا لقيتها على اليوتيوب،
ايوه عن استخدام السونار اعتقد او هو انا كنت عامل محاضره عن الميثودز اوف بريجننسي دايجنوزس الميثودز المختلفه يعني ديفرنت ميثودز اوف بريجننسي دايجنوزس كنت عاملها مع الفيتس اونلاين اكاديمي برضو على البرنامج زوم يعني لو حبيتوا ممكن اعيدها مع حضراتكم يعني ان شاء الله لو انتوا انا جوالك معي دكتور جوالك معي فراح اتواصل معاك فعلا احنا محتاجين لامثالك دكتور خلاص تمام تحت امرك تحت الله امرك الله يحييك شكرا دكتور الله يكرمك ايفون رياض تفضل السلام عليكم دكتور حامد السلام. بالنسبه لل الحيوان اللي هو ريكامبنت متى اقرر اني ما ادي له علاج او استمر بالعلاج وايش موقفي مع الاونر بتاع الانمي شكرا دكتور هذا سؤال جدا جميل ودائما الحالات دي دكتور نلقاها في الفيلد هو انا في محاضره لي على على المواقع الانترنت اللي هي الداونر كاو سندروم يعني ريكامبنت له اسباب كثيره يعني الداونر او الريكامبنت ممكن يكون هايبوكالسيميا ممكن يكون هايبوغلايسيميا اللي هي كيتوز ممكن هايبوفسيتيميا ده حاجات الميتابوليك معظم امراض الميتابوليك بتعمل ريكامبنت لا لا دكتور مش ميتابوليك يعني هو هو دايجستيف تلكم مثلا تلكم ولا ريكامبنت من ايه سبب ريكامبنت ايه لا ما مريض يعني ريكامبنت مريض مش معروف له سبب وبعدين يعني انا كدكتور خايف ان اديله علاج وبعدين يموت فايش اللي متى اقرر اني اعالج او ما اعالج يعني انا في حالات الكالسيوم ديفيشنسي اللي هي هايبوكالسيميا بدي حقنه كالسيوم البقره بتقوم على طول بعد خلال يعني ممكن وانا لسه بدي الحقنه ممكن تقوم او بعد ما اخلص لكن حالات لو هي سببها اللكمه اللي هي الامباكشن حصل ريكامبنت الحراره سب نورمال تمبريتشر وحراره بتكون يعني حرارته عاليه نعم عالية؟ نعم حرارة عالية ممكن يعني يكون هنا يقصد الدكتور انه يقول ان بالعلامات الحيوية داون والكيس هيستوري ما في يعني شيء واضح يوصله الى طريق معين في التشخيص والحيوان يعني بين وبين زي ما نقول احنا في عندنا هنا رجل في الدنيا ورجل في الآخر فيهمنا سمعة الطبيب يعني في العلاج هل نتدخل علاجيا او لا تعتبر هذه الكيس هوبلس ونوقف علاج يعني دائما بنسال صاحب الحاله ريكومند بقى لها كم يوم لو هي اكثر من 15 يوم ما بتستجبش للعلاج بعد كده لان هيحصل مشاكل جديده الريكومند لونج فور لونج تايم بيبدا يحصل التهاب في الاوتار وبيحصل حاجة اسمها إسكيميا ضعف العضلات ما بتوصلهاش دم ويبقى صعب ان هو يقف بعد كده لكن لو ريكامبنت لسه النهاردة او بكرة بقاله يوم او يومين ده ممكن نعالج ان شاء الله ممكن تكون نمونيا تعمل ريكامبنت وحرارة عالية قد مضاد حيوي ومضاد التهاب الحيوان لما يتحسن هيقف فهي بتعتمد على المدة اللي بتاعت الريكامبنسي وتعتمد على الكوز بتاعها الحيوان رقد ليه لو كان ميتابوليك هدي حاجه الامراض الميتابوليك لو هو دايجستيف لا بس هل نبلغ الاونر انه يعني نحن ندي علاج وممكن الحيوان ده يشفى او ما يشفى يعني ممكن نبلغ الاونر كده صح المفروض كده انا كنت شرحت حاله في الاول ما اعرفش انت حضرت ولا لا ناقه كانت جات لنا المستشفى من كام يوم والراجل بيقول بقى لها 9 ايام ما بتخرجش فقلت له الحالة دي لو ما هنديلها علاج لو ما خرجتش خلال 3 ايام هتموت عشان يبقى انت كده تخلي المسؤولية فدايما نقول الحالة دي خطيرة وانا هعالج بس ممكن العلاج يجيب نتيجة وما يجيبش لازم توضح له كده من الاول نعم بارك الله فيك دكتور حامد شكرا دكتور اخر سؤالين ونكتفي دكتور جعفر تفضل دكتور حسين نعتذر عن سؤالك لان طولنا على الدكتور كثير اخر سؤالين دكتور جعفر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بالنسبه حق الكيو فيبر هل يوجد له فاكسينات ولا ما يوجد وبالنسبه حق القطيع المصاب بالكيو فيبر شنو البروتوكول الانسب حق السيطره على المرض
والله تقريبا هنا في المملكة ما سمعتش ان في تحصين للكيو فيفر، لكن موجود تقريبا في بعض الدول الاخرى تحصين لي، لكن هو فعلا مطلوب التحصين لان العلاج بتاعها صعب والحالات بتموت وكده. فهو ما اعرفش الدكتور تيتو لو موجود معنا يقول لنا هل في تحصين للكيو فيفر هنا في المملكة يا دكتور تيتو ولا لا؟ لا ما في دكتور. ما فيش ما فيش. يعني نكتفي بمعالجه الاعراض فقط. عالج الاعراض الحيويه. صحيح. ما فيش حل غير كده يعني. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور تيتو. انا بقول لحضرتك في جاري تطوير لقاحات للكيو فيفر في المملكه جاري، وفي مركز مصد ولقاح بالوزارة هناك بيجهزوا لعمل لقاح للحمى المجهولة. فبس قلت ابشركم يعني. بس لسه يعني ما تمش. لا لسه 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 تحت التجهيز. كويس ممتاز والله. ما شاء الله. شكرا دكتور تيتو. شكرا عزيز. دكتور حسين الحنفوش اذا انا نطقت الاسم صحيح تفضل. دكتور حسين تسمعنا؟ إذا ننتقل لدكتور حسين الثاني، دكتور حسين العقيلي تفضل. السؤال الأخير دكتور حسين العقيلي. الله يعطيكم العافية يا دكتور. عندي سؤال، حالات تجيني حول ريكومبنس، حيوان ريكومبنس يكون في الميل وفي الفيميل، يعني لو في الفيميل احيانا تكون حاله ميلك فيفر وتعالجها وتعطيها كالسيوم مانجنيز، تعطيها كالسيوم مانجنيز وما في فايده ما تستجيب، وتجيني حاله ميل نفس الاعراض الحيوان اوكي بالنسبه لاكله حلويته، بس انه الحيوان ما يستطيع القيام ويكون جلوس طبيعي لكن ما يقوم، حاولت معه كذا علاج وكذا طريقه والحيوان ما يستجيب ويبقى فتره طويله على الحاله هذه، ياكل واموره كلها اوكي بس انه ما يقدر ينهض. ايش ممكن يكون تشخيص الحاله هذه؟ يعني جتني كذا حاله، جتني في الابقار وجتني في الماعز، في الفيميل وفي الميل. شكرا دكتور. وبالنسبه للميل عامه نقص الفوسفور والتهابات المفاصل تعمل ريكومبنسي في الذكور، في الحاله دي لازم ادي مضاد التهاب، ولو هي التهاب مفاصل سببه مايكوبلازما او مايكروبيال انفكشن ادي مضاد حيوي. لكن الفيميل تعتمد هل هي لسه والده، لو هي لسه والده خلال 24 ساعه بعد الولاده ده دايما بيبقى هايبوكالسيميا، وبعدين ما تستجبش من جرعه واحده، لازم اكرر الجرعه يوميا لمده 3 ل 5 ايام لان حسب نسبه العنصر الكالسيوم. لو عايز نمشي صح انك تبعت عينه للمعمل وقول له حلل العناصر شوف لي ايه سبب الخلل الحيوان ده ريكومبنت، لكن احنا عشان ما فيش معمل فبنقول ادي كالسيوم النهارده وبكره وبعده، ندي برضه معاه فيتامين د وممكن ان شاء الله الحاله تتحسن. في حالات الاغنام لو هي حصل في حاله البريجنسي توكسيميا اللي هي تسمم الحمل وحصل ريكومبنسي ده ملهاش علاج، لان الحاله لو حصل ريكومبنسي في الاغنام وهي اعشار مثلا في 3 او في 4 يبقى الحالة دي بدأ بروجنوزس وما تتحسنش، اللي ممكن نعمل لها اندكشن للابورشن عشان نحافظ على الام. فكل حالة لها وضع مختلف، في حالات يبقى ريكومبنسي نتيجة لشلل في الجزء الخلفي، الحيوان ما عادش قادر يقف نتيجة حصل دامج للنيرف مثلا، هم بيولدوها شدوا الجنين ولا حاجة فحصل دامج للعصب فما عادش قادر تقف، اجيب ابرة كده واضربها فشوف الحيوان بحس ولا ما بحسش. فموضوع الريكومبنسي طويل، انا هبعت للدكتوره ابراهيم المحاضره بتاعتي على الواتس عنده وهو ممكن ينزلها على الموقع بحيث الناس تستفيد منها ان شاء الله، لان لها اسباب كثيره ولها تشخيص وسائل كثيره والعلاجات تختلف حسب المسبب بتاعها ان شاء الله. دكتور السؤال الاخير دكتور حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يعطيك العافية ومشكورين على المحاضرة القيمة. الله يعطيك. سؤال دكتور الفاضل، طلعت كذا حالة في أبقار وفيها جراد وفيها تيك،
وكل ما عالجتهم ما في اي استجابه. طبعا في حراره عاليه، ما ارسلت بصراحه عينات المختبر، فانا كان في شك انه بيكون في بابيزيا وانابلازما. بعطيهم التتروسايكلين ما في اي استجابه. جربت الطفيليات الدم بس ناسي اسم العلاج بالضبط، ايميزون، ما استجاب. حق البابيزا بس مو عارف اسم العلاج بالضبط، ناسي صراحه. البول كان متغير لونه، ما ركز صراحه حق البول بالضبط، فما ادري. طبعا الاخر شيء، اخر حاله كانت عجله وانتم كرامه، وكان فيها زي النديول حمراء على جسمها، والتك موجود ولا استجابت، وبعدها عيونها تحولت الى لون الابيض بعدهم فقط الحاله. فما ادري في الحالات هذه كيف البروتوكول العلاج. الله يعطيكم العافيه ومشكورين. شكرا يا حبيبي دكتور. خلاص. وطبعا وجود التك على الحيوان لا يعني ضروره ان الحيوان يكون مصاب بالسلب ده، وبرضه اصابه حمض طفيليات دم ممكن يعدوا طفيليات دم والتك مش موجود على جسمه، التك طلع ونزل ونقل العدوى وساب الحيوان ونزل. فالبابيزيا المميز ليها ان الحراره عاليه توصل 40 والبول ينزل لونه احمر زي القهوه كده او زي الشاي. ده اللي بتعالج بالايميزول او بالباترينيل او بالبيرينيل مع مقويات وكده. الانابلازما ايضا تستجيب للايميزول، تستجيب للعلاج اللي زي البابيزيا، بس تاخد وقت اطول في العلاج. السيلاريا تختلف الاثنين عن الاثنين دول، وتعمل عتمه في العين، تعمل تضخم في الغدد اللمفاويه، وديت ما بتستجيبش لا للايميزول ولا للبيرينيل اللي هو بيعالج بيه البابيزيا. ده بنعالج بالتتراسايكلين، وفي دواء اسمه بيتاليكس بندي في حالات السيلاريا. أفضل لو الحالات دي متكررة عندك إنك تبعت عينها للمعمل وتتأكد من التشخيص. ما كانش بتدي العلاج اللي أنا قلت عليه حسب كل نوع، حسب الأعراض اللي زرعها. طبعاً المفروض إن أنا أرش الحيوان وأديه أيضاً مكتين لعلاج التكس، وأرش المكان اللي الحيوان عايش فيه، لأن التكس بينزل في الأرض وفي الشروق ممكن يجي على الحيوان مرة ثانية. لازم أنظف المكان اللي موجود فيه الحيوان وأرش الحيوانات بتوعه بصفة دورية، عشان تموت الحشرات الخارجية زي الورم. عفوا دكتور، بالنسبة كمداخلة أو تعقيب على الكلام، علاج الطفيليات الدم دائما نستخدم احنا الايميدوكار، وهذا مشكلته ان السيفتي دوز حقه محدودة جدا، ولازم حساب الوزن بدقة. فايش رايك في السبورتيف تريتمنت مع الايميدوكار؟ ايش تنصح؟ بدي معه تروبين عشان هو ممكن يعمل اعراض زي الاورجان فوسفوس توكسيستي، ده الحيوان جاله مقصه بيريل وكده ويتشنج، فدايما ندي معه تروبين عشان ما تتجنب الاعراض الجانبيه بتاعه الايميزول. الايميزول الجرعه العلاجيه بتاعته ملي لكل 100 كيلو. صحيح. لكل 100 كيلو. شكرا لك دكتور. نيابه عن زملائي واخواني في المهنه، اشكرك كثيرا دكتور على هذا العناء وتحمل هذا الوقت الطويل في خدمة إخوانك وأبنائك. ذلك ينم عن روح طموحة وإرادة ومساهمة في تنمية هذه المهنة، ومشاركة أبنائك الأطباء خبرتك ومهارتك. نسأل الله لك التوفيق ونلقاكم جميعا في أحسن حال، ونسأل الله أن يزول هذا البلاء عنا وعن جميع الإنسان. آمين يا رب. ونلتقي في يعني غرف حقيقية إن شاء الله، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع على الحضور، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مع السلامة. الله يسلم.